قال لك اوصف الناس والله حفاظه هاي تشيز. اذا هذه عائله شنو الكائن اللي راح تنتجه؟ لقينا بيض قطع. لا تقط برا انت تزفني. قلبت بالبر. الوالد وصل عسى الله يحفظه. خذيت لي فراش شوي شوي. باا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 ا
ايش فيهم الحضر؟ حبيبي اكل استانة استانة شوف المرقل بعد العشاء صباح الخير يا بسمة اكشن اي ستة اكثر اثنين يتناجرون سلام على الريحة يلا من يانا لحظة يجوز تصلي بهذا الحين؟ اللهم لك الحمد يا مع طيبة هذا اللي يدفي البطن حبيبك وينه؟ انا امام لازم الحين يسمعون كلامي احلى قهوه رايح للموت عاده الموت اللي يغسل المواعين شيلها وياك وقطها باقرب حاوي الله بيبي جونسون يا لينبط لا ينبط يا سلام حيا الله الشباب من عمان هذا فانزات الكهو موجود طماطم باميه من طبيعته انه يخطئ السلام عليكم يعطيكم العافيه كشته لكن من نوع ثاني المكان تبارك الرحمن بينفجر من الربيع اللهم لك الحمد المكان بالكويت لكن لا أحد يحرج نفسه ولا يحرجني أني أعلمه حتى لو كان قريب مني رجاء لأن الحين إحنا الحين قاعد نلقط عزكم الله وصخ الناس وزبالتهم علشان نقعد بالمكان وإحنا مرتاحين أنا قبل أسبوع جاي هالمكان شايفة وكذي مشيك على المكان تبارك الرحمن كان نظيف نظافة تخرع ولا كنا في بشر جاينا لكن الحين سبحان الله ظاهر زاد الدوس على المكان وقاعد نلقط الوسخ حسكم الحين بوريكم شراحة المكان وربيع المكان تبارك الرحمن بوفوزي صبحك الله بالخير ايش قاعد تسوي قلقط وسخ الناس والله وسخ منو الناس الله يهديهم هالناس اي والله طالع طالع الله يعطيك الصحة والعافية شوف انا اروح الحين هلا ابو يوسف يا هلا يعقوب العوضي صبحك الله بالخير طالع طالع الله يهديهم بس الله يصلح الحال ليش المكان نظيف وش حالاته وشرح وربيع والمكان حلو حق الواحد يستانس تقط اغراضك وتمشي ليش هذا قاطة وماشي ليش تستفيد منه هذا زين والله يا الربع قمنا نلقط اغراض ذاك اليوم خشيت فحم بالبر والله ما في اي شيء جديده الله المستعان هذا خلنا نستفيد منه نشوف في طيور هذا ماني قاطة سعود يايك صباحك الله بالخير استاذ سعود صباحك الله بالخير وناصر شو تسوي بناصر طال عمرك والله الواحد جاي يستانس لكن بعض المناظر ضيق خلقه شوف هني عائله كانوا كاشين طالع خليلك حفاضات فيها لا 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 شوف اخ أنا شفت تلاقي ياهل وقلت عائلة طالع الحفاظة الثانية شوف لا 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 أخ 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 حفاظة عاد طالع يحطونه يعني بجيز إذا هذه عائلة شنو الكائن اللي راح تنتجه شنو الإنتاج راح يطلع الله يهديهم الله يهديهم تفضل طال عمرك يا حلو العشب طالع شوف ارتفاع العشب شوف 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 الشبة شوف الشبة أشياء كاملة حاطة قاطعة لا ليش ماكلين بعد شباب وافندي بعد خس عليكم بالعافية استانسوا لكن نظف وراك وتوكل على الله الله المستعان شو تقول بفوزي؟ لقيت بيض قطك وين؟ ما شاء الله كام بايض هني شو نقول ما يفرخ من الكوتي القطك شو هذا؟ ليش؟ البطاط قاطين البطاط؟ هاي بيضة الثانية شوفها ما شاء الله منتج والله اي القطه يفرخ الكويت القطه ياكل برتقال ياكل برتقال الله المستعان جحوش مو قطه كنا ناويين نروح السعوديه كشته بالسعوديه وصوب فياض لينا وعوج لينا من صوب الحديقه تبارك الرحمن من شغله انصاب بعد الى ما شاء الله عوج لينا تبارك الرحمن لفياض كلها مع بعض لكن اللهم بارك اليوم احنا الاربعاء من يوم اللي مع اللي طاف وتبارك الرحمن عندهم مطر وخير من الله وأمس كان عندنا مطر بالكويت مطر قوي تبارك الرحمن اللي هو كان تاريخ أمس 27/12/2022 يوم الثلاثاء كان عندنا مطر وبردي وغرقة اللهم بارك اللي كان وصلتكم تصاوير الكويت فيها ثلج ترى هذا أمس تبارك الرحمن
اللي هو نزل بردي تبارك الرحمن على الخط السريع وسكروا الخط السريع. المهم ما كان بالطويلة، كانت النية ان نروح السعودية، فحولنا الكشتة بالكويت لان رسمي راح تكون الفياض، احنا ناويين نروح الفياض رسمي، راح تكون الفياض ناقعة ماي وغرقانة وما راح نقدر نقعد وراح نتبهذل وكذا، وما ودي اروح نفود لان ذاك اليوم رحنا نفود، فما ودي اكررها. كانت النية ربيع والحمد لله هذا ربيع، اللهم لك الحمد، وقريب ومستانس. والله ماي كرتون زين، ليش يخلون اغراضهم يمشون؟ يمكن صدقه الله يجزاهم خير، الله سقي الماء جزاهم الله خير. اوه شنو هذا؟ بقايا كشته الله المستعان، اوه جزاهم الله خير. ماكو بلديه بتجي تشيل وراكم، احنا بنشيل وراكم حاضرين. زين الذره ليش قاطه؟ اخذه وياك. زين خبزه ايش ذنبها شي معلقه؟ الخبزه من تحره حاطينها حق الطيور جزاهم الله خير. ما يخالف استاذ سعود، ما يخالف، كون انسان ايجابي. العب كره، العب كره، كره من هذه الله سالفه هذه مع الناس، هاي طال ثالث كيس هذا بس حول مكان عشان نقعد بسحبال بس قريب ثالث كياس هذا قريب هذا بس دار مدار مكاننا بس علشان نشوف بس عشان نشوف ماكو قراطيس تخيلوا. الله المستعان، يلا ان شاء الله يا رب الناس شوي تتثقف، الله يهديهم يا رب. صار لنا كم سنه نطحن. الله المستعان، ثلاث اكياس هذا بس دار مدار مكاننا يا ربع، بس كذي قدامنا كذي، يعني قدام المنظر اللي احنا نبي نشوفه، ودنا نشوف مكان نظيف لان فعلا المكان اللهم لك الحمد قوي. ذاك اليوم بختبر ولدي اي بجرب اوطي الدريشه بعد اي جيبها لا تقط برا انت تزفني. زين اشمر اي زين اي زين زين الله يحفظه يا رب. تقول؟ اي ابو فوزي تفضل. جزاك الله خير، تفضل ان شاء الله تشرب قهوه الجنه ان شاء الله. امين. دبل اسبريسو بالجنه، تدري يعني شنو؟ اوه اويلا، يعني ما تنام بالجنه، ما تبي تنام من ايد الجوار ان شاء الله. يا شو تقول اخوي سعود؟ مو احسن من التفكير اللي قاعد تفكر فيه؟ شوفوا من وصل، شوفوا من وصل، يبوس على راسه. تذكرني ببانيتي صح؟ السلام عليكم ولا داوود فانزاتي. انت ما تمزع عن كشفة اليدين. ما يخالف اصبر انا اقول لك الحين. السلام عليكم ابو احمد. رحمه الله وبركاته. صباح الخير. هلا ابو يوسف شلونك؟ توقعت كتيب الكامري ما ادري ليش. والله كان يسويها. الناس والهانين عليك. ايه انت لا تشوف البايب سوينا فيه. هذا يقول لك قصدي البايب. ليش؟ طلعت الشمس تبارك الرحمن وشوي دفع الجو، تيمعنا قعدنا تريقنا شوية شرب شاي، للحين ما قعدنا عدل طبعا ولا رتبنا الشغل لان الشغل مو وياي مو بوانيتي هذا اصلا. اي خليني اقول لكم قصه الوانيت، مو هالوانيت، الوانيت الابيض اللي تعرفونه، خليني اقول لكم قصته. اي شنو القصه؟ الوانيت الابيض عقب ما رجعنا من كشتة السعوديه اللي هي كشتة ام معشر، الفيديو اللي طاف اخر فيديو حق الكشتة كان في ام معشر، وسبحان الله هناك غرزنا وبغينا ننقلب وهذا، ولكن الحمد لله قدر الله لطف ورجعنا الكويت سالمين غانمين. رجعنا الكويت، طلعت يوم من الايام بنكشت يعني قاعد ندور لنا مكان وكذي بالكويت، لكن سبحان الله يعني قدر الله ما شاء فعل انقلبت بالبر، انقلبت بالوانيت الابيض بالبر. في تصوير بحط لكم اياه وهو منقلب خالص، طبعا ما في تصوير واحنا وانا قاعد انقلب، لكن في تصوير عقب ما انقلبت السيارة في تصوير بحط لكم اياه. لكن اللهم لك الحمد ان الله سلمني من بعد الحادث هذا، ما فيني الا العافية. رحت راجعت المستشفى، رحت سويت اشعة، رحت كذا، سويت الفحوصات كلها وما فيني الا العافية، اللهم لك الحمد. فالوانيت الابيض الشايب راح انقلب جنب يمين وسقف، والجنب اليسار اللي هو جهتي يعني، لكن الحمد لله نفس ما قلت لكم قدر الله ما شاء فعل، واهم شيء سلامتنا، الحديد يتعوض اللهم لك الحمد. فاليوم جاي كاشت بالوانيت الصغير هذا مالي، وما يشيل الاغراض طبعا كلها، لكن اللي شلته فيه شلته، وباذن الله عز وجل الاغراض عند داود بسيارته وعند وانيت ابوي، ابوي ان شاء الله جاي بالطريق، فتتسهل الامور.
أهم شيء الوناسة واليمعة، أهم شيء بإذن الله عز وجل أن نستانس ونتيمع، وعلى قولتهم نوسع صدورنا يا رب لك. نهاية وانية شجاع، 10 سنين خدمة، 10 سنين ونص بعد. تعدى الحمد لله. الله يعطيك العافية. الله يسلمك يا أبو نديم. يعطيك العافية يا حامد. قواك الله يا أبو سيف. حبيبي. حبيبي. آخر المصايب. ما كل العافية. ما من مصايب. ها نكشت فيه كذي؟ دقة سلف. بطل ليتات سيارتك. إيه. الله يعطيك العافية. قواك الله. ولا فيك. الله يسلمك حبيبي. الحمد لله الامور طيبه. الله يعوضك خير. امين اجمعين حبيبي يا رب. بطل الله شو اسمه شنو صادق عاد وهم قاعد يعدلون نسيت اصور مو قاعد اصور انا دقيت سلف اروح الصوب الثاني عشان اصوره. يلا الوالد وصل عسى الله يحفظه. يعقوب العوضي الوالد. ترى ياك تبا يلا حي يلا حي يلا حي حي لازم شي ازعاج لازم شي ازعاج. وصل الوالد عسى الله يحفظه وياي بالخيمه الكبيره وياه خيمه تفخ الحين ان شاء الله نتفخها وننصف الموضوع ونستانس باذن الله. قواهم الله قواهم الله. قدمت وايد ترى ترى رديته قيري شويه اي زين مضبوط ما ادري والله تاكد شوف يمين ولا يسار. هذا الباب هذا الباب كاهو كاهو هذا الباب لازم تفتر. عاشوا 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 يا اخي عم حق النوم غرف النوم حطينا وهناك ان شاء الله راح تصير غرفة الصالة القعدة هناك راح تكون الصالة هناك. قواهم الله قواهم الله ما شاء الله ما شاء الله مالك تعجبني. اللهم لك الحمد سبحان الله. ربيع ربيع طيب هني في زولية قديمة من قوة الربيع هم مرابع الزولية. شوفوا فوق الزولية طالع الخبيز والعشب. شوف الزولية فوق الزولية طالع العشب هناك والخبيز تبارك الرحمن. فراش ما شاء الله تبارك الرحمن ايش كثر الفراش. انت شنو يعني قاعدين بروحكم هنا؟ ليش قاعدين بروحكم هنا؟ انا قلت له راح اسوي انقلاب عجبتهم خيمة الامير. ما مدى تسوي مو الامير هذا مو خيمة الامير هذه خيمة الامير. شوف شوف هذا الامير والد بيش الامير بيش الامير هذا بيش الامير؟ ايه هذا مال الامام هذا ندش ندش ابو الست عشان يصلي فيكم اليوم. تعبان يقول بوت شتفه. يا مرحبا عليكم السلام. هلا حبيبي انا شايفك ايش تبي؟ احمد الريش الشباب يا هلا يا هلا ريحته حلوه لمه لمه ما شاء الله. مسكي ايش رايك بالفيضه الريش؟ تمام ايش رايك بالفيضه بس؟ صعبه ها؟ حاضرين جديده فالناس ما توصلها. حطينا الخيام هذه خيمتي خيمه سعود خيمه الريش خيمه يعقوب. قاعد اتفخ الفراش مالي خذيت لي فراش توني ماخذه افضل لي لان انا ظهري وايد قام يتعب من البر من نومه البر فابي شيء كذي مرتفع عن الارض وهذا منه فيه التفخ ماله وايد زين ما شاء الله. جربته مره نمت فيه بالبيت وعجبني بسم الله انا عادله بس والماكينه مالته هذه شحن وهم تشفط الهواء بنفس الوقت تقدر اذا خلصت منها تشفط الهواء. الحمد لله على السلامه. وانا اللي بيه بعد صلاه الفجر شوف الساعة كم؟ وصل اهلي واتريقوي. الساعة 12 ونص يا رجل. الله يعطيك العافية أول شيء. أنت الله يعطيك العافية. قواهم الله. إي. وبس لا تقرب أنت السيارة. ليش؟ وخر عنك. الحين بنتفخ إن شاء الله الخيمة العودة هذه 3x6 ماخذها من زهار خيمة تفخ. ركبت الماطور مال الهواء وهذا المحول مال الكهرباء اللي كان على وانيتي الأبيض اللي انقلب الله يذكره بالخير.
سويت له بس اشتراك علشان اشغله ويعطيني 3000 واط. احنا نحتاج كم واط؟ احنا نحتاج 1200 واط. نقول بسم الله. طبعا ندق الزوايا بس للتأكيد علشان الهواء، لان فيه هواء. جواك الله ابو فوزي، الله يعطيك العافية ابو احمد. كلكم فردا فردا ما اكرم الذيب. نقول بسم الله. الخيمة تقريبا تاخذ لها 10 دقائق تقوم كلها. ما شاء الله خيامنا هناك شكلهم حلو. وبس ليه خلصت هم نفس الماكينة تركبها بس بالعكس، وهم تشفط الهواء نفس فكرة الفراش اللي مساوركم اياه. شغل عدل التفخ وصراحة سعية، وتشيلنا كلنا تبارك الرحمن. احنا 10 ريال 12 ريال تشيلنا كلنا، يعني حق عدد صراحة وايد ممتازة وتستاهل. وبالهواء وايد ممتازة، وايد وايد بالهواء زينة. جربناها بالهواء وجربناها بالمطر، ما عليها كلام تبارك الرحمن، حيل ممتازة. مرات تحتاج انك تعاونها عشان تقوم. يعني شوف هذا العمود شكله لاف. ايوه بس حيل تشيل نفسها كلها على منو؟ على ماكينة الهواء هذه. يا سلام بس خلصت ما شاء الله. بس الحين نشدها من هني عدلها وشوف تبارك الرحمن ايش كبرها. الله مبارك، حسون صار صغير يمها. ارتفاعها وايد كبير ما شاء الله، ما ادري ارتفاعها 3 متر ما ادري كم والله. ما شاء الله الحلو فيها انها تشيلنا كلنا هذا، عشان كذي انا خذيتها صراحة. سعرها شوي غالي، 350 دينار سعرها. كسعرها هذا السعر ليه ما نشال 350 دينار سعرها، بس شايلتنا شيل. طيب العافية كلهم خيامك وحلالك حبيبي. بنصلي الظهر ونرتاح بإذن الله. هذا بعد ممكن نستفيد من الماكينة مال الهواء بالتنظيف. جواك الله يقويك. قاعد ينظف ما شاء الله. بسم الله يا سلام يا الهندسة يا سلام. يطل يجز الوسخ يعني للرمل، مو وسخ هذا. جواهم الله الربع شقردية، جواهم الله. الله يعطيكم العافية، أحلى فيضة بالدنيا. بيروحون يجيبوا لنا الخروف ويرجعون. ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا العشب شلون الأرض تنفجر من العشب. تبارك الرحمن، اللهم بارك، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. شوهم هلا والله وقفنا في الطريق قاعد يقول هذا وينك؟ قلت له يمكن حاس. اي هادي هادي ها عاجل. هلا والله يا حلاتك والله. شوي شوي علي يا ولد، تعال من جد. شوي شوي حسوا باس راسه. اي كشف. بطل يوله خليه يمشي. لا 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 نحاش معود يذيننا. اقعد اروح اللحقه. خله ياكل. جزاه الله خير، ربط ريله بخام. جزاه الله خير مو بسيم، ما شاء الله يتعور. ايه جزاه الله باه. هلا والله يفهمك والله طلعت مصيبتكم. ان شاء الله ما يرد. يا شقول يا با اخوي، ممكن اكشت وياك؟ ممكن اقعد معاك هنا؟ يا هلا يا هلا محمود. هلا هلا جواك الله يقوي. شلونك؟ عساك مرتاح؟ والله الحمد لله الحمد لله. كأنك كاشت بتركيا ها؟ احسن. اي والله الكويت يا ابو حمود. يا هلا الكويت، اللهم لك الحمد. جزاك الله خير. وياك عليكم بالعافيه. نعلم الناس المكان وليدان ولا لا؟ ليش يسمحوا لنا الناس؟ اي والله يسمحوا لنا. ليش ويستاهلون؟ واحد وده والله يعني ان الناس تجي وتستانس مثل ما هو استانس، ولكن يعني يحب يقول حب يا اخي كما ما
لكن اسباب يعني منها ان المكان ينتشر وتكرم يصير مثلا في ناس ما تستحي ما تشيل ما تهتم نظافته. تدري اليوم كم كيس زباله شلنا عشان نقعد بس؟ 3 كياس فل. مو مالتنا مالت الناس. تصير زحمه. جمعنا الكياس وشلناها. اي. الله يستر. زحمه واحنا يعني في ناس وايد ما يهتمون حتى ما يقدر ان في ناس حوله. صح. يزعج الناس ويزعج كذا. صح. قواهم الله. الله يقويك يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. سلك سلك سلك. شلونك طال عمرك؟ هلا ابو فوزي. هلا وعيني هلا. هلا وكل الهلا. شلونك؟ شلون كيفك؟ ايش قاعد تسوي انت؟ هو الحظر هذا. وش وين المشكله؟ ايش فيهم الحظر؟ عن الغلط. لا تغلط علي. وين الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير. ان شاء الله يقدر يجي يا رب. الكويتي وين؟ ما ادري والله اتوقع. قاعد اختبار بشغله. بس انت ايش قاعد تسوي الحين؟ قلهيل. انت صار لك ساعه قلت لي بسوي قهوه وشاي واحط لهم مطاره وينهم؟ وليد ياب شاي وقهوته وبالمطاره وانت الحين ما خلصت. وليد خلى الموضوع ثاني. حكي فاضي هذا حكي فاضي. بعدين انت ترى قاعد بالمطبخ على فكره. هذا هي حلال الاستاذ داود. صح. شنو قال لك؟ قال لك بما انك انت مو صاحي وسوي شيء مو صاحي. بس هذا شيء صدق مو صاحي. الله يسلمك. فانزاتي سجين. وهذا اكونت بالانستغرام اكونت داود. ساماراي ساماراي. بس لا حد يتابع الربع كله يتحلطم. اوف والله شك بشك. إيجابية ما في إيجابية إيجابية وسلبية. هذه الذبيحة حق غداننا اليوم وباكر صراحة شيء يجنن. أي والله الله يعطيهم العافية. والثانية لأن مطولين إحنا وإحنا ما شاء الله عدد هذا بإذن الله عز وجل راح نذبحها عقب باكر. خلي بهالربيع ياكل يستانس وعقب باكر راح ينذبح بس بمكان ثاني تكملة الكشتة. الله يكثر خيرك يا ابو ناصر. يا هلا ويا مرحبا عليك بالعافيه. اكل حبيبي اكل استانس استانس. تبي عيش تبي خبيز تبي الصفصافه اللي فوقك عادي مليون عافيه. ابيك تاكل يومين اكل ها. هي ابيك تنفجر اللهم بارك ما شاء الله. وانا داود مطبخ داود وهني المصلى هني خيمتنا العودة بس الله يبارك يا رب. وهني قاعدة الشباب قاعدين وهناك خيام النوم. المنظر كله دار مدارنا تبارك الرحمن خضار وربيع وشوفة عينكم. وهذا خروفنا الجميل. تعطي البطولة وانا تكفي. لا انت لك انت لك بطولة ثانية. انت تدري ان لك اقوى بطولة ولا ما تدري؟ اهم واحد والله. انت اهم واحد بالكشتة بس انت مو حاس. شوف النظافة شوف النظافة شوف النظافة مع انه ماكو بلدية بس نظافة يا اخي. استاذ داود شنو اول طبخة ان شاء الله؟ ان شاء الله كوليسترول. ان شاء الله اول طبخة لحم والثانية لحم والثالثة ان شاء الله لحم والرابعة لحم والخامسة لحم ان شاء الله. كشتة خروفين ما شاء الله تبارك الرحمن. طير صغير اي حمام كبدة حمام قلوب وشوفه قاعد يرعى شوف شوف يا زينة. ما طلعت للحين نقدم عليه للحين ما طلع. هاي يبا زين ايه ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي ما شاء الله سويك معبود. عاش فانزاتي والله سويك معبود خوي. الله يعطيك العافية. دلع دلع ها رحتوا فيها دلعنا تبارك الرحمن. ايه بالعافية بالعافية عليكم بالعافية. اي والله شوف 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 ما شاء الله يا مرحبا يا هلا ويا مرحبا. شوف الطليان يا حلوهم عنونو ما شاء الله. يذكرك بوين يبا؟ صباحية. شنو صباحية هذه منطقة شنو؟ صباحية منطقة نفس هذه بالجنوب هناك صوب الأحمدي. صوب الأحمدي كنا نكشت فيها أنا ويا عمك ناصر والربع هذا عمي ناصر وأبو سعود طبعا في 78 79 لين يمكن بال 84 أتوقع سكروها سنة 84 سكروها 85 سكروها سواء نفطية بس الحين ما حد كنا نطلع لها من الخيطان على طريق المقوى
واحد مكان يعتبر مكان بعيد يبا ها؟ اي بالنسبة عادي احنا سيارات وشباب ونروح هناك فيها يعني قبل كشتاتكم هناك كله هناك اي والله واحنا نتعنى ونروح السعوديه ندور الربيع وانتم هناك اي بس اول يبقى ما في بقيات مثل الحين بقيات صح تشفط ما تحافظ ولا شيء صح غنم توصف لا الغنم عادي ما تضر الغنم اللي ها الناس شنو توصخ توصخ وتشفط يقطون زباله يحط لك كيس وعايزان يشيلها قبل وراها اي والله ماكو ثقافه اول كان لو لا طقك اطراقك خليك تعلم لمده 20 سنه قدام والله لا الحين قال لك قطينا يعني الحين احمد ما شاء الله عليه ملتزم نحسب على الله يعني تم اطراق اخذ بين اي لازم مشكورين اي والله اي والله انا اذكر اشهد علاماتهم الدنيا شوي شوي قدام الشباب ممكن ثلاث ايام عشان نحفظ جدول الضرب بس ليه جدول خمسه بس؟ اربع ايام طبق مال المدرس هذاك عليهم لا على كل شيء اي والله قعدنا بالمخيم الله كان عنده يا اخور قبل لا طباخ ولا شيء الصبي يطبخ له دبرنا حالنا خاف ينحاش يا حليلة سبحان الله كشخة بعيد اي انا قلت حق ابو محسن ابي خروف كشخة هذا موديل 2023 بس لازم 22 ما شاء الله هذه اجواء كلش اخر العصر بيد المغرب ما شاء الله خلينا نشوف داود وين وصل بالطبخ السلام عليكم قواهم الله ها وين وصلت اخوي والله شوف وصلنا الحين الشعب يوعان اي تو ناس الوعد 9:06 والله ليش ما قالوا هو ما قالوا الحين الساعه 6 انت قلت الساعه 4 اذكر لا الساعه 4 انه يبقى ساعه على الاذان لا اها اي واحد صار انت قلت الساعه 4 الحين الساعه 5 بعد مو 6 خوشه شارج جربه انا اقول ست اذى المغرب اذى المغرب الله اكبر الله اكبر الله اكبر طوس حق المرق ها اخوي داود وين وصلت طبعا صلينا المغرب وسوينا لويا وشغلنا كهرباء هناك قعدنا خالص شو الله شوف المرقه إيه هذه مرقه عيايز ما شاء الله عليك أركد. بعد قطاع لازم ترد قوه صح لا لا بس وخاطي امسك خط الجدر الثاني صفك براسه ما شاء الله متى يصير العيش خالص يصير العيش خالص كنا نشقل البست مره ثانيه لا والله شنو قاعد تسوي انت عيشك حب اخوي من فوق اكيد اي والله ما عندنا قصدير تبي خرابيط هذه ما عندنا قصدير تبي اثبت لك اي يا ويلك من وليد يا رحت فيها شو ترقى ما تفيدك ها العيش حب ولا مو حب ها اخوي فانزاتي تبتك على سكريت فوق اي ما يرضى تنتقده تدري عنه ولا ما تدري؟ في والله أدري. دير بالك تغلط عليه وعلى طبخه يذبحك. ما عنده شجر المثمرة. تبي حكوكه؟ ما عنده شجر المثمرة تغذف ما اسمه؟ ما عنده. شنو عاد؟ تغذف بالكلام الحلو. إحنا بايبات كنا حذفها يعني. بايبات. أنت شوف القاعدة هنا. شوف القاعدة. تسلم يدك الريش. خوش ليتات. خلاص نطالع. فيها بحق وصلة توصيلة ترى ها؟ بعد زيادة. نفسه ثالث ركب عليه. شو والله حركات كل يوم طالع لنا بشيء حق سوالف كشتات ما شاء الله نقصر على ليتي شوف قاعدة المزاج هذه شبت نار نتعشى هو غدا هو عشاء طبعا واحلى قاعدة ما شاء الله تبارك الله قواهم الله يا ويك يا مرحب يا ويك ولك دخنا يا ابو محمد
يلا كاكا العشاء الحين. عشاء ولبن. والله ما اتوقع يسويها. فانت ايدك اتصل. تسلم ايدك يا استاذي، استاذ فانزاتي. اي طقني طقني ادعمني كأنك ما تدري. وقاف تعتعني تعال. وين؟ سوى لنا كبسة لحم ومرق لحم. انا اقول هذا الميدان يا حميدان. شوف طبخك زين ولا مو زين. شكل راحل. بالعافية. قولوا بسم الله. اشوف. هذه قعدتنا بعد العشاء وسوالف وشاي بس بدون قهوة. ما سووا قهوة الربع. ما ادري ايش فيهم. هناك كذي عند الماكينة من ورا. سلام. عرفت موجه الموجه شنو هو ابو يوسف. ابو يوسف اي مبارك. اللهم لك الحمد. هذه قعدتنا وسوالف وشبت نار. الحين بس انا طفيت تعبان بحط راسي وانام. ان شاء الله الوعد باكر. الشباب قاعدين ما شاء الله سوالف، انا قاعد من صلاه الفجر فما اقدر بحط راسي ونام ان شاء الله. تصبحون على خير يا شباب. با يلا صباح خير. يا صباح الخير. اللهم لك الحمد. قمنا صلينا الفجر وتبارك الرحمن. الجو مو بارد الا برد. اتوقع السعوديه برد اكثر بعد. احنا بالكويت الحراره 6 تو قاعده تجي. أنا أوريكم الحرارة. شوف هذا سبحان الله يصير ندى ينزل من السماء وأي شيء قدامه يلصق فيه، ولا مثلا السيارات، ولا إذا حاط أنت زولية برا ولا كذا. فدائما إذا حاط زولية برا اجفسها قبل لا تنام أو شيلها علشان الله يصير فيها مثل هذا الماي. هذا كله ماي، كله ماي. ومع أنه ما طق علينا مطر ولا شيء طبعا. كل خيام طبعا. شوف هذا خيام الداود نفس الكلام. شوف الماي كل قطرات ماي كله من الندى. ها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا بسمة. صباح الخير داود. خيمة جديدة ستايل جديد. مبروك. اي مبروك مبروك. احسن الخيام، هذه من احسن الخيام. هلا ابو احمد. صباح الخير. صباح الورد. ها شنو عندنا الحين؟ شنو الفقرة؟ اي والله الحمد لله. بس هلا ما الزوليه هذه كان بعد هني خضار. في زوليه ترى هني تدري فوقها، فوق الزوليه ربيع. ها اخوي سعود. اخوي في اريل وراك. ها في اريل. اي حطيه لسه عشان البار. عشان يعني عشان الرساله. ها اي شنو ترمي اطباق؟ شنو شوزنك؟ بس مو هني، انا قاعد اجهز حق هناك. حق هناك. اي الحين صورين. خش شوزنك تعال. اكسبلور اكشن. هذه مربع صح؟ اي صح. بريتا. انت راعي بريتا ولا راعي بنلي يا اخوي سعود؟ راعي بريتا ولد عمي. اي انا خبري عندك بريتتين. ليش ثنتين؟ والله شو اسوي عنصري؟ كني باخذ بنلي واحده. والله قاعد افكر انا واحده. سريعين ولا بطيئين؟ شو يقول شو يقول؟ يقول بشوف العسكر سريعين ولا بطيئين، يصيدون خروف ولا ما يصيدونه. والله هده تعال. قال بسميك راشد. ما يدري راشد هذا وراه سكين. شوف راشد قام يتمشى. تعال راشد. رشود يوعان فقير. خليك قريب. اي يوعان طالع القاع تحته. خليك قريب تكفى. ها لا يقول ململ الخضرة. اه بيروح يشوف الجدر اللي بيقعد فيه. قاعد اتمشى ونسيت درجة الحرارة. درجة الحرارة الحين 7. هذه الساعة 7 ما ادري كم. شنطق ماكس. هذا اكثر شيء وصلت للحرارة 9. اقل شيء 6. والرطوبة 90%. ما ادري احس انه اي والله رطوبة. في رطوبة. لا والله في رطوبة. شوف السيارة ما ادري عاد هذا القارئ صحيح مو صحيح. طالبه من الاكسبرس موجود بكل مكان والله. 4 دنانير 6 دنانير. هذه قعدتنا. يا سلام يا سلام. اما هالليتات يا الربع يا انصح فيهم صراحه. مسوين اجواء. قبل كنت انقد صراحه عليهم لكن لا والله مسوين اجواء واضاءه خافته ما تعور العين. انا اهم شيء عندي الاضاءه تكون ما تعور العين. وايد ممتازين. بس انه اهم شيء تاخذ وياهم بايب. هني بايب وهناك حاطين بايب سناره والامور طيبه.
صباحكم الله بالخير يا اصدقائي. من ابو احمد هلا حبيبي. انا ولد امي. ولد امي ابوي انا. شفت شلون؟ شفت شلون؟ زين هذا غوريكم ليش كذي لونه اسود؟ هذا ايش قاعد تسوي؟ هذا اللي قاعد تسوي انت؟ لا لا خربت برستيجي. لا لا والله بتجيب برستيجي بالبيت. اي والله لا 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 انا حادثه بالبيت. حادثه مو قاطه. قواهم الله صباحك الله بالخير يبا. يعطيكم العافيه حبيبي. هلا 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 ابو فوزي. قاعد يناديك الخروف. احمد حيزبونه وينها؟ حيزبونه بالبيت موجوده. شنو مسوحه؟ عنده فلوس ما يسوي. والله لا 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 شغاله الحين ما فيها شيء. 6 سلندر امورها طيبه ما شاء الله. اي والله حشمه استخدام حشمه وكل شيء تمام الحين. بس انا مالي خلق استخدم سبحان الله. تعودت على الوانيتات والجيوب ما ابي استخدم صالون مالي خلق. بس اهم شيء شنو؟ الاخلاق. عشرة عمر فعشان كذي خليته تشتغل. ما شاء الله ولدي من سنه من سنه 2005 تبارك الرحمن. ليل كم الحين؟ كم سنه؟ من 98 لليوم. شنو نوع الوفاء؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا اللاند صار بس مريض فقير مسكين. لازم تسوي لازم تصلحه مو عشان تستخدمه حتى لو تصفطه عند البيت. نفس اللمنه هي زبونه. اي بس صلح له اياه وخله. لازم نضبط له اياه. اي اي سنع له اياه خله حق الكشتات. قلت له اذا جبت فوق ال 95% بالثانوي. اي انا ايش كلمتي حق عيالي؟ البراده والوكاله. اي كفو. جبت اقل من 90 حتى الجيب ما راح اصرحك. والله والله نذل انت. يا ابيض يا اسود. شنو هذا؟ المفروض انه قهوه. هذا مو قهوه حجي. المفروض انه قهوه سواها سميد. عصيده. قاعد يغلط سميد. مو ما تبي انت؟ لا لا حبيبي. قال يبي قال يبي انا سمعته. اوكي شنو سميد؟ ابو فوزي صباح الخير. صباح النور يا الغالي. متحجب كنا. اي والله برد. والله برد بردان بعد عمري. اي والله بردان. اي والله برد مجابلين الشمس وهم برد ما شاء الله. هلا ابو يوسف. هلا هلا هلا. خضره وال 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 شوف الخضره والماء. والوجه الحسن. يعرف اللغه. ايه الوجه حسن حسين. جيبوا معنا حسن. طاش لابس. طاش لابس. شو اسمه هذا؟ الماكسباني ولا شو اسمه؟ يا حليلك يا داوود. يا مرحبا. نروح ترى البصره كاس الخليج. ترى كاس الخليج؟ اي الله يحفظك. اي والله درب السلامة. انا ما احب الكره والله. انا ما احب الكره. بس لا انت 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 تشجع الكره. انا ما احب الكره كلش. تفضل مني اخوي. يا مرحبا. هلا اخوي وليد. وليد بيسوي لنا ريوق. يا بختنا يا بختنا. شلون المستشفى قريب؟ وين وين؟ الله ما شاء الله. هلا بالجمس ما شاء الله. اي على طاري الجمس انا اقول لكم الحين. ولا تكفى بادي صغيره حطها بصحن تبي القطاع. اي والله. ها الله الله. هاك شنو بتسوون؟ شنو المنيو استاذ وليد؟ يلا عطني عطني. ها اخوي داود عطى القطاع. ما قلت لي المنيو. شنو المنيو؟ المنيو عند سيد وليد. اي الربع على طاري الجمس وانيتي الانقلب خلاص ما ابي صراحه لان راح اصبغ البادي كامل وحداده وما ادري شنو في قطع بالبادي لا تبي لها تبديل. شفتوا الفيديو اتوقع يعني السياره ما راح تنفع حتى لو بصلح وبهذا ما راح تضبط مره ثانيه نفس ما كانت بالاساس. فقمت شريت وانيت نفسه نفس الموديل. هو كان موديل 2008. انا خذيت وانيت موديل 2009 نفسه بالضبط نفسه. اخوه هذا وانيت ابوي مو 2008 و9 هذا وانيت ابوي 2011 اذا ماني غلطان. في اختلاف نفس معنا نفس القصة بس في اختلاف بالمعاونات وكذي. أنا خذيت نفس الموديل بالضبط علشان أشيل معاوناتي وأشيل الشيالات وأشيل أغراضي وهذا كلها أركبها على الجديد إن شاء الله اللي هو 2009. خذيت لي واحد 2009 وحاليا قاعد يتجهز. ما مدى أن نكشت فيه لأنه ما جهز 100% لأنه في أمور ميكانيكية وفي يبي له صبغ الحوض ويبي له شغلات وايد. رشيت الحوض قار والحين ان شاء الله باذن الله عز وجل بس ان شاء الله يركب الشد عليه وتركب ادراجي مره ثانيه
وتمديد الكهرباء والبطارية الإضافية والطاقة الشمسية والشغلات هذه كلها، وبإذن الله عز وجل يكون جاهز حق باقي الموسم. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، خير اللي صار كله إن شاء الله، وعلى قولتهم دروس نتعلم منها. الواحد لازم يكون راكد بالبر. أنا يوم انقلبت كان مكاننا زلق وطين وصباخة، صوب هني بالكويت الصبية، وزلق الوانيت ووزن تبارك الرحمن وزن كبير، زلق وانقلب، انقلب الناس ما قلت لكم قلبه كاملة، لكن الحمد لله أهم شيء السلامة. الصراحة فكرت أني أغير عن الجيمس أو الوانيتات هذه الHD، لكن بالنهاية أرجع وأقول لا والله ما يكفيني أنا، ما يكفي أغراضي والأشياء اللي عندي إلا الوانيت الجيمس هذا الغمارتين. فكرت بسفاري، فكرت بلاند، فكرت بهذا أبو شنب الغمارتين، بس ما تكفي السيارات هذه كلها، ما تكفي الأغراض اللي عندي نهائيا. يعني حتى قاعد أشوف في سيارات كانت مجهزة ومعروضة للبيع، بس يوم فكرت بالنهاية قلت ما له داعي، إيش حقه السيارة غالية. يعني سيارات حصلتها، السيارات سعرها 10,000 دينار، أوكي مجهزة وكذا، في سيارات 12,000، بس قلت ما له داعي، حرام. يعني أنا أول وتالي السيارة هذه ما أستخدمها إلا حق موسم الشتاء، حق موسم البر اللي هو من شهر مثلا 11 إلى شهر 3 4 بعد، إلى شهر 3. فقلت يبقى وفر على نفسك وأخذ نفس السيارة اللي كانت عندك، لأن القيمة اللي شريت فيها السيارة ممكن نفس قيمة تصليح الوانيت الأولي، ومع أنه راح يكون مو مضبوط الوانيت الأولي. فقصيت الحق من نفسي، قلت يبا الحمد لله الأمور طيبة إن شاء الله، أخذ هالسيارة وصلح فيها وتوكل على الله كمل نهاية الموسم. فقرة القهوة، فقرة الساحر هذه. شنو هالقهوة؟ هذا قار مو قهوة. لا هذا نطفي فلتر البنزين. إيه طلع الفيق إن نقص المعدة فيه بالعافية. أو سخنته. هلا بالعود. هلا. شنو المنيو ما قلت لي؟ جبان، زيتون، الله، وبيض، وبعد قاعد تسوي شيء أنت وراك؟ فول. فول. يا عسل. أنت العسل يا العسل. عسل. العسل يا أبو حمود. حبيبي. هاك الزيتون حبيبي. يلا. أخيرا ليش ما قشرته؟ وحده على الاقل. والله العظيم ما احب اكل انا وجبتها شريف. اكثر اكثر اثنين اكثر اثنين تناجون. حاضر حياتي وحده، بس وحده عشان تصير. حاضر حياتي. ايش الامور؟ شلون هي؟ وين فاراتك؟ وين فارات؟ ولكاهم تحتك عذانا. وليد حط هاي سلطه شبنت. بحطها معبوش هذا. لا لا سلطه شبنت حق الفول. هذا افتلت ولا شنو؟ لا جايب له خس هذا هناك. ما يبي خس، جايبه من الكويت. يا حليله. اي والله عنده خير من الله. خير من الله. انا ادري تالي ارنب. تعال خروف. ما شاء الله ما شاء الله. تلقى سمين؟ بالمكان اخوي احمد. ها؟ لو ينحاش ما يقدر ياكب علي يتعاجب. تلقى؟ اي يعني نأمن انا حاتي والله يشفط علينا وينحاش. ما يشفط. شوف شوف هذا هو. يركضون تلقى ولك وين يركضون هذيلا؟ تركب؟ يركضون وياه مجدورهم. وعد تسكي وعد جدا. ايه راح يصير غزال. قاعد اسخن الخبز طريقة سهلة وتسخن بسرعة وكمية، يعني تخلي ثنتين فوق بعض وتقلب. هذه مثلا كانت على النار، الحين تقلبها. هذه اللي الحين تحت على النار تقلبها وترد تقلبها. فهمتني؟ نار هادية. شوف الخبز يصير حار وما تطول وياه. بعد شوي الريوق يعني ان شاء الله. هذا كيس خبز سخنته وهذا الثاني. عاش عاش عاش. هذا هذا الفول يعني فندق. انزين يب الثاني نفس هذه داود السفره كلش. اوه احترقت خبزتي رطبه. هاي الحط سفره سفره المتابعين. شوف احترقت والله احترقت. دان 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 تسلم يدينكم دانداني. بني عفا يا ابو فوز. والله ما عاد الاولي الاولي. عطني 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 عطني. انا اعرف له ما يقدر. لا والله مو خلينا نشوف داود. والله وحش بنزاتي وحش.
لانه عسل ولا لي قواكم الله احلى ريوق احلى ريوق بس مو كنت انت لا مو انا اللي سويته ما شاء الله ايش عبالك هذا الوليد مسوي يعني هذا كان مسوي كنت انت فوزي بسم الله اكره حبيبي جزاك الله خير الله يرحمه فول شلونك على الليل شفت شلون انطر تشوف شيء ما شفته اليوم الله يستر سمي اللي ما سمي سمي ترك عندك تلفون ابو احمد ترى التلفون ما يشبع للتكف يبا للتكف الان ما في اجل لا 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 ابو احمد صديقي هذا ابوك صديقي ما تعرف ابوك صديقي بلا بلا لازم يقول لك سالفه مره ثانيه الخروف ديش داخل الخيمه هذا هو اللي قاعد يسوي له اطلع يا ولد سكر الباب حسون عصب عصب الان زق السحاب اللي يرد داخل الحين يعرفه مشكله سلام على الريحه ايه سنة ايه ضبط ابي قهوه تعدل مزاج اخوي ها حاضرين بس لازم معي عقار الساعه مو عكس يا حجي ذاك يوم فهد العوض حليله مو فهد العوض ولا حمد العوض حمد فهد ودعمة ابو فهد اي والله احلى ابو فهد اي ونعم ونعم صديقي حيا الله ابو ايوب حيا الله من يانا الله يحييك يا هلا يا مرحبا الحمد لله تمام زين انت زين حسون السواد وخروف شلته طلعته زين عصب يا شوفه يا عصب ماكو بحر كريم لا ما يبحر ودي اخوي صوت ها قشر حب يا العود هلا والله هذا حب شمسي ها ايه نعم شاي صار شرب يا هني شرب ايوه لازم باحتراف ها يعني انت محترف علي لا خفيف حلو منظر الجيب هذا اللي تغير وراك كنا قوطي معجون وايد حلو شكله ما شاء الله قوطي معجون خيمه عندنا واحده قوطي سردين طالع الخيمه اكبر منه طبيعي الخيمه اكبر منه صدق بس وايد يعني اكبر طيب هلا بالمله شلون امورك طيب ان شاء الله والله بخير الحمد لله حياك شيخ والله شيخ شلونك شيخ ماك شيخ يلا حياك حتى انت ترى كلمتك وما رديت عليك صدق عاد ما ادري على التليفون والله شلون ما شاء الله عليك بسامحك اي بتسامحنا قاعد اشرح الخروف ما يصير عشان الخروف قاعد تسامحنا يا هلا ويا مرحبا محمد البلوشي والشباب ما شاء الله تبارك الرحمن الربيع والمكان بينفجر من الربيع نفس ما قلت لكم اللهم بارك مكان جميل جدا بكل زاوية جميل جدا جدا جميل اللهم بارك هذا الأجواء وهذه القعدة ها وليدان ايش قاعد تسوي شوي قاعد تشوي ايش قاعد تشوي طال عمرك وعمرك يطول ايه شنو داخلها ما شاء الله صدق جربتها مره مع انا ما كنت مقتنع فيها جربتها مره عجبتني خيم غزير كان تذكر نزل ماي طعمها حلو بس نزل ماي حلو حلو كذي ما تنزل ماي جربتها واحد من ربع سواها طلال فلشاوي اذكر بالخير بالياخور ما شاء الله حلوه والله حط ما ادري يمكن شو اسمه هذا ملح ويمكن فلفل اسود ما اتذكر والله شنو حط اليوم خلطه داود ما ايش حاط مال داود شنو الغداء عشاء اليوم والله شيء اول مره اسويه بالكشته والله صيد والله خلينا نشوف مكونات الحين اللحم وني خضره الغطا يا سلاتي غطا شنو؟ لا بعيد يعني شنو بتسوي ان شاء الله؟ مال المره تولد شو تاكل؟ شنو تشتهي وانت الصاج؟ على حسب من مشتهي الريش؟ مو دبوط ها مرقوقه مرقوق؟ مرقوقه بخبز الايراني مرقوق بخبز ايراني ما يخالف هني دعاية جمس ما شاء الله واحد اثنين ثلاث تبارك الرحمن وهني شفر دعاية شفر هالصوب هذا شفر هذا شفر تاهو ما شاء الله هناك ايسوزو هذا مال وليد تو ماخذه عسى الله يبارك له وهذاك الدفندر مال حامد عسى الله يبارك له وهناك ياباني شي قاطينهم قاط الياباني هناك جيب لكسز والسفاري مال سعود بسم الله يا سلام عليك هذا شحم لا هذا صحه
هاي هذا حق الكوليسترول. اي مو لا هذا مو دهون. وين اشوف سكينتك؟ اشوف سكينتك. خاف نسيتها يمكن امس انا نسيتها. فانزاتي. ان شاء الله الغروب ما شاء الله. عشان صحتكم بس. عشان صحتنا اي لا كثر شحن كثر. ما ورانا شيء ايش ورانا؟ حق الشرايين يقول لك واحده بواحده حق تسكير الشرايين. اوه اي والله ايه. تعال مستويه مستويه. ما شاء الله. ويا بيلا سكينة بس تقصصها. ايوه. تعال بس تعال. يلا تعال تعال تعال. ليمونة بعد. شنو حمامة؟ شوي احترم. حمامة؟ لحظة لحظة لحظة. أحسن شيء محترم ايش يا سلام. مو متحرق مو متحرقة؟ سجل بدلية. سجل عندك. يلا يا داود. يلا داود. جيب قصها. خذ جيب قصها. طاطا شوف شوف شوف. إيه لا. حلو. تمسك عدل لان تمسك يا 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 أكلة تركية هذه يا ويلي شنو هذا مرة علي هذه مستوي هذه لا لا هي كذي ميديم ميديم الله لحظة 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 خلاها أنا شاويها أنا شاويها قم تعطيه وتراويه راوني أنا نشبة نشبة الاثنين نشبة رايك فيها تكفى 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 مو حلوة صح لأن أنا مسويها أدري فيك والله حلوة والله أصبر عليك أنا واحدة بالله بعمود لو سمحت خلنا ذوقها أنا وشي كذي كذي والله ويا الليمون أوه. يقول لي مو مستوية طالع لا شو مو مستوية بس هذا اللي مستوية ترى أكل بالعافية أكل إيه عطى النظرة الصح لك الطعم صعب الطعم ليمون حياتك بطل حزك حياتك نجره نجره طعم هذا يلا اكل لاني ولا مره قيت من قبل اكل اكل هذا اكل اكل ريايل لا ابغى امس والله انا شفت امس لان هي ما في هواء امس هواء برد صح اليوم برد ها امس 14 الحين والله المفروض المفروض الطبخه تدفينا اخوي والله مرقوق والله شوف قاعد ادهن حقكم بس هذا شوف هذا كله دهن؟ لا لا هذا تهيأ انت ايش مسوي فينا؟ لا بدد السياره ويقولون شلون تمتنون يا اخي لي خلص ليشته والله من الخروف والله والله ما اظن كاس زيت كاهو قص على من انت؟ يومين يومين الله يسامحك يومين شوف عيني والله مقطع الشفل كله اي شفل شوف عيني يعني هذا اورجانيك؟ يلا راح يطفى حطه انزين يقول هذا الحين مرقة لحم وين المرقوق اللي قلت عنه؟ ما ادري محروق صبعه ما ادري طول الليل وهو يرق بهالخبز والله بتعب يرق وعي انه ما ادري شنو شوف والله ما حقدر اللحام والله يا سلام يا سلام شوف شوف لا الله انت حلايا الارنب اللي على صدرك بس بتشوف باكر الله يستر والله سوالفه لا وصلاتي دي معي لا ما يجوز يجوز تصلي بهذا الحين شوف شو يتصل ايه ما يجوز يا جماعه طيبوت موجود طيبوت لا ما يجوز شي تصلي وفي رسمه او ويه او عاد والله شوف مره قاعد اصلي بالزهره زين اي تذكرت اني لابس فنيله على الزهره منطقه الزهره اي إيه. حلو سلام الله عليه شفت هذا اللي عنده مسدس اللي يلحق بيب بيب كان عليها والله العظيم تذكرت قلنا الله اكبر يمي باكستاني والله العظيم كان ارجع كان افسخ الفنيله اقلبها وارد ايش صار شو طالعني شو ما تسوي شيء والله العظيم اول ما سلمنا كان اطلب اروح خلص تعال كلمني اي والله ما تسوي شيء هو مسكين اخترع ايش قاعد تسوي تعبي كله راح هدر هذا وقت ايش اسمه ولا قال ابوه زين انت مو قلت بتسوي عيش صوب وورق مرق لحم عيش مصري خبز الله اخذ فيسك سويته كله مرقوق يعني مرقوق هذا ولا محروق صبعه ولا ايش اسمه هذا الحين صبعه صبعه محروق اللي هو ولا تشريبه يلا تشريبه هذه صح والله المرقوق ما تنقص شيء صغار صغار عاد 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 ما سويته ولا مره بس هذا يعرفه ما سويته مره هذا اللي يعرفه يلا هذا اللي يعرفه شوف لازم ينشف الماي ترى ها اي لازم الخبز دبل عاشو 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 بدينارين اي والله يقول جايب حامد جايب خبز بدينار ها يقول الخباز قال لي روح ارجع بعد ساعه والله قال لي بعد ساعه قال لك بعد ساعه تعال ها شوف الفرن بارد النور بارد قلت له اي لا لا البنشر عبي بنزين ارجع لي عبي بنزين ولا ديزل ديزل اي بلي ديزل ينباع في محطه البنزين نعم 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 انت حلو
لقمطه لقمطه يغطس الخبز. حاضر. عليكم السلام. هلا بالعود. حقهم عدين فنزاتي. فنزاتي هذا لازم نأذي. والله يبقى... الذوني الذوني. زي الفرق بين التشريب. على عدالش حق كذي. هذا يبقى إذا ما تأذيه هو ما يرتاح. صدق؟ هو ما يرتاح والله. والله هو ما يعرف إلا المنقسي صدق. إيه. المنقسي خارجية. إيه. منقسي. حلمك فيه هذا راح ماكل حمام بروح ها. ويا واحد ثاني خاين. أهلا وعليا كلت وعنا يا بلي نسعود زاهر الله خير. إيه يا بلكم هذا اللي على جبل ذبان. ما عليك صار وين الرياض هذا محامي حط زياده حط زياده ما يقصون صغار ما اقدر اقول دير بالك والله هذا يعرف والله مره دير بالك عمي لك كل الخبره فيهم امين مرقوقه مو ايش اسمك خامان مين تكون حا 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 عادي هدوء الحين مع الحراره كلها عادي 21 عائله واحد راح باكر طيارته باقي 20 الحمد لله الحمد لله زين الدعوه قامت تخف باقي 20 لا والله ان شاء الله ليه من اموت راح زين هاك ايش قاعد تسوي بعد عمر طويل قولوا بعد عمر طويل فيك بشيء الله يجزاه خير بعد عمري بعد عمر طويل على الطاعه يا رب امين كنا بس كافي ولا لا بعد لا خله يشرب عدل دف اي والله المي بدها مي الارض بدها مي ما شاء الله تبارك الرحمن هذه قعدتنا وحين ان شاء الله نتغدى اللي هو غدا وهو عشاء كمل عاد سوالف وقعد اللهم لك الحمد يا مع طيبه والله حاطه وتشهد قلت اذا قرب الحين بعد سانتي بصدك عشان ينزل وانا اصعد الطراد يا ريور حسون اي والله ايش بلي ما شاء الله طيب طال عمرك بالطراد ما نزلت بحر الا ثاني فاس عاد فاس انت قول لي اسم الطبخه بس دايب حار اوه قرع طلع عيش وياها قرع عيش؟ بالعكس ما تقرع؟ لا انه اليقطين طالع هذا الحين طبخة البر اللي تدفي صح؟ تدافوا فيه يا سلام يا سلام سلم يا عمري ما شاء الله هذا اللي يدفي البطن؟ لحم شلون ذايب شو اللحم ترى هذه كلها لحم ما توصل لحم ها؟ خن ما شاء الله تبي تقلل شوف القوي شوف اللحم شوف اللحم اللحم زين شوف عقب العلاج الطبيعي شوف ما شاء الله تبارك الله يلا بسم الله قوم يلا ان شاء الله بس انت و طيب وسع يلا كم بنجه ثلاثه ما شاء الله يا الله عاش معك يلا يباي يلا حبيبي مرقوقه عم فهد انا بغسل لي الماي الدافي تمام هي حق الدفى زين هذا ما جبتوا اللبن يا الربع يلا ما شاء الله نصور ترى فيك فلوس صور مرقوق نبي مرق ويا راعي لبن وين اللبن لبن بالوانيت مو يبون لبن واحد يجيب لبن من برا بسم الله لبن بالبودي يجيب تشيز حب تشيز يجيب الاشار بامبر الاشار العراقي يجيبوا كل شيء صدق مزج اليوم صدق والله ايش قاعد اقول له محمد وليد والله العظيم لا مزجت اليوم جيبوا وين حساب داوود الله يعطيك العافيه يحق لك ما شاء الله مؤدب وين وليد حبيبك وينه وليد وليدان وينه تروف
يلا سموا يا الربع سموا سموا بس لا تحترقون. اللهم لك الحمد تعشينا وهذه قاعده. تسلم ايدك مولا داود. الله يعطيك العافيه. عشاء طيب طيب الحمد لله. اي والله جزاك الله خير. وليد نبي فائده. هو الجهه الاربعه ممكن فائده لو سمحت. اي انا اقول لك قول لي. حاول بالشباب لكن ماك فائده فيهم، فهذه ان شاء الله رساله توصل. لما نيجي البر وبحر ومثل هذه الاشياء يعني الافضل ان نصلي في جواتينا ونعلنا. والسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر، وطبعا هذا الامر ما يحمل وجوب يحمل استحباب، على ان نصلي في النعل. صلوا في نعليكم مخالفه لهم. وسبب الصلاه في النعال مخالفه. احنا نقدر نصلي مو داخل خيمه، احنا قاعد نصلي برا صح. فتوقف بالتراب وتسجد على الزولية. فقلت لهم عيوا ما رطوا، انا صليت بجوتي. ايه ف ان شاء الله باكر باكر راح يختلف الوضع. نلزمهم بالقوه غصب يعني. انا امام لازم الحين يسمعون كلامي. شرع شرع ان زين. انت اقول لهم خلاص ما في. ايه انا عندي سؤال. وانت بعد عاوني بعد، انا مو بروحي يعني. ايه انت الامام وانا الامير. إيه بس عندي الموضوع. يقول لهم وش اسمه غصب مطيب. إيه واللي ما يفسخ نحرمه من جوتية وراح تحيي سنة يعني. تم عندي الموضوع. انزل انا عندي الحين سؤال. شنو فضل الاذان في البر؟ الاذان فضل عظيم طبعا. ما ادري اذا في خاصية للبر وغير البر، لكن احياء واجب طبعا، يجب على الرجال الاذان وكذلك الإقامة. والأذان يعني فضالة مثل أي مؤذن يعني. زين الحين إحنا بالبر ولا سمعنا الأذان، نقيم الصلاة ونصلي ولا نأذن؟ لا تأذن طبعا. طيب تأذن، والدليل على ذلك أعطيك مثال. الحين النبي صلى الله عليه وسلم لما راحت عليهم نوم، قعدتهم الشمس ما صلوا الفجر، طافتهم صلاة الفجر. نعم طلعت الشمس صح؟ اي المفروض شنو؟ يقيمون يصلون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاذان، فاذن المؤذن ثم صلوا. والمؤذن قال الصلاة خير من النوم والشمس طالعة. الله اكبر. فهذا يعني شو اسمه؟ انا اقول لك الحين افتح تليفونك دش انستغرامي وشوف الستوري اللي اليوم حاطه انا. ستوريك يا حلاتك انت. لا هذا مالك شبهه. اللي وراها لا تاخذون عن الاذان في الرحلات. شنو الحديث؟ حتى جن هذا في البر وغير البر يعني. صح هذا الحديث في البر وغير البر، ان الواحد يعني يرفع صوته والمؤذن لابد ان يكون صوته قوي. ما قالت لنا الحديث. اي يعني عبالي بتعلمني. لا ما في علم كيف تقرا لنا الحديث. لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. يعني اي شيء يسمعك هذا فضل مؤذن هذا. الله اكبر. اي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلوا فينا عليكم، هذا امر صح؟ صح. والاوامر في الشريعه تقسم الى اربعه اقسام. القسم الاول امر يحمل على الوجوب، ومو كل امر يحمل على الوجوب، وهناك امر يحمل على الاستحباب، وهناك امر يحمل على الاباحه، وهناك امر يحمل على التحريم. يعني هل الله يامرنا وهو محرم؟ طبعا لا، بس اصبر عليه. الامر الاول يفيد ما يفيد الوجوب. الله جل وعلا قال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، امرنا ان نقيم الصلاه ونؤتي الزكاه. هذا الامر يحمل على شنو؟ يصب وايد برا انه واجب، لازم تقيم الصلاه ولازم تؤتي الزكاه. هذا امر. انزين الامر الثاني وهو ما يحمل على الاستحباب. الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هل يجب علينا ان نذكر الله ذكرا كثيرا؟ لا، يستحب لنا ان نذكر الله ذكرا كثيرا. الامر الثالث يفيد الاستحباب. واذا حللتم فاصطادوا. هل يجب علينا ان اذا تحللنا نروح نصيد؟ لا، يباح لنا الصيد بعد ان نتحلل. هذا امر، و هنا أفاد الاستحباب. الأمر الرابع قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.
هل الله يأمرنا أن نتمتع ليكون مصيرنا النار؟ لا. لا طبعا. هذا الأمر يحمل على التحريم، أي إياك أن تتمتع ليكون مصيرك إلى النار. هذه الأوامر الأربعة تحمل على الوجوب، الاستحباب، الإباحة، التحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أن نخالف اليهود مخالفة لهم، هذا الأمر على الاستحباب. الاستحباب. الله يجزاك خير. سلامتك يا حبيبي. باسي الربع ما حد يصلي بنعال لو سمحتوا. ها؟ إيش رأيك؟ إيش رأيك؟ بس ممنوع. إيه نبي نحي السنة. قال لا حد يصلي بنعال. شنو سنة؟ لا عفواً لا حد يصلي. شنو سنة؟ شنو قلت أنا؟ أنت شلون تقول يجي؟ أنا قلت بدلية. باكر نصلي ابن عنا والله عيني على الشاي صراحه. باكر نصلي ابن عنا باكر. شنو سنه ثانيه مهجوره بعد؟ قول لما تصعد مكان مرتفع تسبح وليد شاي تكبر وليد نازل تسبح. شفت هذا المدرس اللي معطي لي الجائزه؟ لما اقول لك واحد اثنين ثلاثه ارفع الشاي ها؟ اللي قال فقد امه وابوه واحد اثنين ثلاثه. اي المدرس اي وين هذا؟ عيسى عيسى انصاري اخو وليد شاي لعبتي شاي. ايه عطنا قط علي قط علي هاي ماكب شفت وين انا عرفت قاعده جميله لكن انا كالعاده انا من بكر ما اقدر دش الخيمه احط راسي وانام والوعد ان شاء الله باكر الصبح باذن الله. بسم الله يا هلا بفراشي الزين. بسم الله يا مرحبا صباح الخير. شوف تبارك الرحمن الجو الجو خيال الجو مريخ على ضباب على ما ادري شلون على خروفنا للحين ما نذبح اليوم ان شاء الله نذبح. اللهم لك الحمد تعال وصلنا الفير وشبت النار. هذا اللي قلت لكم سالفه الكراسي اللي خلنا اصور لكم اياها. هذا اللي قلت لكم يا الربع انه قبل لا تنامون بالليل صفطوا كراسيكم زوليه ولا شيء شيلوها لان سبحان الله بالليل ينزل ندى فتقوم تشوف الكراسي والأغراض كلها مرطبة فش حاجة تخليها مرطبة. شوف هذا ماي كله ماي كله ماي ودرجة حرارة كم شوف شوف هني شلون هذا كله ماي معنا لا طق مطر ولا شيء. خلنا أوريكم درجة الحرارة كم. الجو حلو اللهم لك الحمد بس صج برد مو قشمرة البرد الصجي هذا اللي يخرع. شوف الحرارة كم درجة الحرارة حاليا 4 الساعة 46 دقيقة. خلينا نشوف هل نزلت عن الأربعة ولا ما نزلت. أنا ما أدري شلون أغير هذا ماكس. أقل شيء وصلت 3.9 وأكثر شيء وصلت 5.7. لا إله إلا الله يا والله برد طالعني طالعني الخروف. شوفوا الجو لا إله إلا الله الجو هذا شوية المريخ على البرد على صوت الطيور. الربع كلهم بالخيمة الحين طلعوا كلش مو برد ها مبين من اللبس. صباحكم الله بالخير يا الربع. Good morning everybody. يا هلا هلا منفس لا منفس منفس وبردان بعد كيفك. شوف الشروق شوف الشروق ما شاء الله تبارك الرحمن. هني أمس كنا قاعدين العصر نقعد هني بظل الشيارة تبارك الرحمن وبالليل نقعد عند الخيمة الحمد لله. شوفوا المسند شويه صاير ابيض لونه من فوق مثلج طالع طالع ثلج من البرد والله مو منك. انظر الشروق تبارك الرحمن. اليوم الجمعة تبارك الرحمن التاريخ 30/12/2022. كانت نيتنا بالجدول ان نكشت بالمكان هذا ليه يوم الجمعة وقبل صلاة الجمعة نطلع ونروح نصلي الجمعة بأقرب مكان لنا أقرب مسجد ونغير مكاننا نروح بإذن الله عز وجل طعوس. احنا نسميها بالكويت طعوس مكان فيه طعوس يعني تغيير جو عن الربيع نروح برا لأن كشتتنا مدتها طويلة من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد عطلة رأس السنة. فبإذن الله عز وجل اليوم نكمل طريقنا نروح نصلي الجمعة ونكمل طريقنا البر بإذن الله عز وجل ونكشت ونكمل كشتتنا اللي هو الجمعة والسبت والأحد إن شاء الله ردتنا بإذن الله عز وجل. وهم هناك أجواء وقاعدة حلوة ومكان حلو وشرح بإذن الله عز وجل وإن شاء الله يا رب نلقى مكان نظيف ما حد موسخة ونقعد براحة بإذن الله عز وجل. قهوة الصباح ماكينة قهوة هيبة وياي والمحول هذا اللي كان على بانيتي مديت الاشتراك سويت الاشتراك بس علشان نستخدمه بالكشتة
علشان تفخ الخيمة وعلشان المكينة. نقول بسم الله. وأحمد الرجني حاط له بطارية إضافية على سيارته والأمور طيبة. قهوة إسبرسو، ما أدري دبل إسبرسو بالبر، شغل عدل. بس والله المكينة وايد قاعد تعب، شو اسمه، قاعد تعب البطارية أكثر من الجهاز بعد، لأنها قاعد تسخن وتطحن وتضغط، هذا كله يتعب البطارية. شوف البطارية صارت مساعة 10.6 ما يتم، الحين 11-12 زين ما شاء الله. شوف صارت 10.0 توا، 10.5 10.6. لكن أهم شيء شنو يباي؟ أهم شيء يطلع لك قهوة. عطنا قهوة، عطنا أحلى قهوة حق أحلى فانزاتي. تفضل طال عمرك، والديك الجنة. بتروح مو تكريت، بتروح أروح وياك اي مكان عادي. ها احد يبي قهوه يا الربع؟ لا بس ماي ماي ماي. جيب لي الريش تبي؟ تعال خيطاني يا ها. جزاك الله خير خيطان. الله يرحم والديك. اثنين قهوه حق خيطان، حساب دينار ونص. حاضر يلا. هلا والله. شو القهوه؟ بالعافيه، صح انت صح بالعافيه. ولي تبي قهوه؟ هذا اسبريسو دبل اسبريسو. ما انت فيك متحجب زين؟ لا اقول لك بطق منهم. لا رايح للموت. يايلك اخوي احمد، يايلك بس حق الدم. الله اكبر، يقول لك ذبحني. اذبحك بسكينه جديده شاريها ب 180 دينار. اضبط امورك سلسله اقوى منك. رجع هو المسكين. خلاص ابو تعال حطك بقلبي، تعال راح حق الكفيل يبا. راح حق ابو الامير. ها يبا كفيلك ما حد يقدر علي يبا. زين نسوي؟ تعال بسم لك قهوه. تعال سوي قهوه. تعال يا راشد. تعال راشد، تعال حبيبي. هذول كويتيين ما منهم ما مات، واحد يقتلك واحد بيعلقك. والله كانت حق اللحم. كانت ايام جميله يا والله. يومين قعدنا وياه عشرة عمر، عشرة طيبة. شوف شوف، بس هذا شوف من عشرة العمر بكرمها بسكين، من كثر ما هي ضربة عمري ما استخدمتها أصلا. يا سلام. شوف شوف، صناعة يدوية، صناعة كويتية، أنور الكندري مسويها تبارك الله يعني، ودمشقي. ها ما شاء الله، يعني مو شيء بسيط بس يستاهل الرجال. سنيت سنين. بسم الله والله أكبر. بسم الله والله أكبر. قول له قول له حسين عشان يهدى. ايه مسكين. ايه بسم الله والله اكبر. بالضبط الحمد لله على السلامه. بس صار حادث والحمد لله على الحمد لله. طين طين صباخه وانقلب. لا هذا انا، هذا خرف اليأس. يعني الحكمه ان ذبحناه هنا عشان ما نشوه المنظر طبعا، ولا ناذي الناس. ايه اللي بيكشت ولا شيء ما يشوف. باليادة عند اليادة كلش حافر له بعد يادة، وحافرين له حفره وندفنها. قواهم الله، قواهم الله. حاضرين الريوق، حاضرين قروب الريوق. قريب لنا صح. حسون انت كل شيء تسوي. اسف بعد اذنك. طالع ايش قاعد يسوي؟ اخوي حسين والله قاعد يذبح الخروف. اي فكانت مهمته اليوم ايثارا على اخوي حسين حبيبي. اي وشقيقه. شنو يعني؟ مو يعني عاده مو انت اللي تغسل معي؟ لا مو انا. صح نسيت هم هذاك اسمه حسين. صح عبالي انت. شوف سكي انا عجبتني سكي دو فانزاتي. قواهم الله، قواهم الله. انا خايف عليكم عشان اسلم الكوليسترول عالي. اي 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 لا ما احتاج شحم زايد. انا داود بذبحنا مو انت. مالك شغل بداود، مالك شغل، عقب بيشوف التصوير هو عادي. هذه خيمتنا شلناها، سحبنا الهواء اللي فيها، صفطناها، ركبنا ان شاء الله الحين بالبونيت. وباقي اغراضنا نشيلها، هذه هي كانت قعدتنا. وبعدين بوريكم لي خلصنا ان شاء الله شيل، شوفوا المكان لي خلصنا. شلون نظيف. شيل خيامنا الحين ان شاء الله باذن الله عز وجل علشان يمدينا نروح نصلي الجمعه ونتوكل على الله. بعد صلاه الجمعه نكمل كشتتنا. والله الامير يشتغل. اللهم بارك. شلنا الخيام. عاش الامير. قواهم الله اخوي سعود. تو قاعد من النوم ها؟ بعد مبرده. شيل الاغراض وانت تقوم من النوم.
هلا 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 بعم ابو فهد. هلا ابو احمد. هلا والله هلا بالكاشف. ايش رايك بملابسي؟ يا سلام. هذا مكاننا يا الربع. من يصدق؟ كنا قاعدين هني ثلاث ايام، الاربعاء وخميس واليوم الجمعه، هناك مكان خيامنا باقي خيمه داود الحين يشيلونها. هني كانت خيمتنا الكبيره وهني قعدتنا وشبت الضوء. قاعد نشيل اغراضنا. كياس الزباله هل نخليها ونمشي؟ لا. شيلها وياك وقطها باقرب حاويه، الحين نطلع الخط السريع ان شاء الله ونقطها باقرب حاويه وينتهي الموضوع. وفي طبعا دفع قطيناها بعد. شلناها مع السياره اللي راحت. فخل المكان لقيت له نظيف. طالع شباب تبارك الرحمن شلون نظيف اللهم بارك. الكل مستانس اللهم لك الحمد. اما تقعد تقط اغراضك وصاختك وتمشي ما ينفع. الناس تجي وراك تدعي عليك ما تدعي لك. بالضبط كانت هني الدوه. لاحظ بقايا الفحم. قواك الله يباي. الله يعطيك العافيه. عسى مستانس حجي. اللهم لك الحمد. الحمد لله يا رب. وصلي صلاه الجمعه ان شاء الله وتوكل على الله. باذن الله. قواك الله ابو ايوب جبري. قواك الله الربع هناك بعد توكل على الله. بسم الله. غير مكاننا ان شاء الله ونروح مكان ثاني. شوفوا الفرق يا جماعه. هني كانوا في ناس كاشتين الله يهديهم، امس كانوا يمنا بالليل شبوا نارهم وكشتوا واستانسوا بالليل وقطوا وصاختهم الله يكرمكم وشب. شنو استفادوا؟ هل راح نقول والله خوش ناس ومحترمين؟ طبعا لا. الله المستعان. مكان نظيف مثل هذا جميل حلو تجي توسخ وتمشي ايش حقه؟ استانس وطلع وانت مستانس لكن نظف وراك وتوكل على الله. خلي الناس تقول والله ونعم الله يهديكم بس الله يهديكم. صلي الجمعة ان شاء الله بهالمسجد ونتوكل على الله نكمل كشتتنا باذن الله. وصلنا المكان الحمد لله نظافة تبارك الرحمن طعس. نزلنا خيمتنا العودة الحين بنتفخ ان شاء الله ونقعد باذن الله. ركبنا محول كهرباء اللي من 12 فولت الى كهرباء بيت 240 فولت وركبنا الجهاز اللي يتفخ الخيمة 10 دقائق ان شاء الله الخيمة منصوبة وخالصة. الحين ما نحتاج اوتاد لانه ما في هواء يعتبر هواء خفيف وهي ثقيله ما شاء الله فشايله نفسها. قاعد تقوم قاعد تقوم نفس البعير اذا بغى يقوم شلون؟ بس ريلها ما شالتها. اي 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 عاونها عاونها بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا حلو فيها لا تعب ولا شيء. هناك قعدتنا الخيمه العوده والقعده ان شاء الله. وهذا الطقس اللي قعدنا يمه تبارك الرحمن بس يبي له تنظيف شويه. وهني ان شاء الله بنصير خيام النوم. هالمره الربع قاصد صراحه اني اخلي خيام النوم بعيده عن مكان الكشته. حتى المكان اللي طاف اللي كان فيه ربيع خليتها شوي بعيد عشان احنا نتحرك لان غالبا ما قمنا نتحرك ني الكشته بس رباده. قاعده على الاقل هني شوي نتحرك في مسافه ما ادري ايش قطه قطه وقطتكم شنو القطه اللي قطيتوها ودي اضحك وياكم لا ممنوع اه حسين حبيب هذه خيمه منو عيل خيمه سعد ولا خيام كنا هاي خيمتي ما مسكرها شوف كنا كنا هذول ميكي ماوس مو لازم انا اعلمكم بعدين انا اعلمكم هذول ميكي ماوس اي من هني اي حليله هذيك مالت سعود اي شو تقول ابو فوزي؟ والله تكنولوجيا ها؟ تكنولوجيا اي والله ها استاذ داوود عندك كذي؟ اي التزام بالجدول ما لي شغل مو انت ما لي شغل انا بس ايش رايك بفراشي بس؟ قاعد تفخر فراش عندي فراشي قاعد تفخر ايش رايك بس؟ كلمة امير احنا حبيبي ني هني عشان ترخي دينارك ترتاح ما يمشي ظهري يا رجل يعورني حبيبي ولك احلى دوم والله هذا ظهري والله ما اقدر روح البيت اسمح انا مالي شغل لازم تتعايش وحش تعايش يا انا متعايش كاب البر انا اسد بالصحراء شديد انت الشديد شوف التعايش هني قاعد يتعايش يبي يلعب استانس الريال هذا سليب باقي
بسم الله. ما عندك مكنسه اخوي احمد؟ لا والله ما عندي. والله وديت لا يا الله اخذ ابليسك لا تخربها. اللي تتفخ الخمس سواها مكنسه. بسم الله. يلا زين خلصت. حالات الجو ترى يلا يلا خلصنا العصر. الخامه في خامه خشنه صور. في خامه خشنه مثل الزلمه اللي يقولون. في خامه ناعمه يروح البيت. نعيما. الله بيبي جونسون. راح البيت وسبح حق الصلاة وياه ها؟ من حرج ايه ليش راح البيت؟ احنا مو قلنا التزام بالجدول. التزام بالجدول ايش؟ حبابه طرد والله مكانكم وقع حصانية على مكانكم والله ما تدري انت ذنب مو نفسنا يلا كفى يقول انت ما يعرف ما يعرف طق يا بارك طق يا بارك سنترس سنترس لحظة ايش قاعد تسوون انتم؟ قوم 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 لحنا رحنا انبط يلا ينبط لا ينبط بالعافية جربت الشاي للزعفران حلو ما يعجبك انت ما جربت شاي وليدان خلص لانه قوي اي والله شوف الجو الحمد لله والله ما هنا شمس بس الحين يمكنها بالفيضة المساء اي الفيضة ذيك اي معشر زيني هذه معشر الكويت بطعم هذه قهوة تدري ولا القهوة؟ شوف قهوة عربية ولا الاسبرسو؟ اوه كفو بابود والله عندك السعودة هذا؟ عيال ها؟ ايش على بالك؟ كذي الفكرة ها؟ الماء يدز البن والبن يطلع فوق. العيار يصفر من اول الماء عقب ما يطوف القهوة يطلع فوق. يعني القهوة مو ذابتة عندي يمكن فلتر فوق خالص. ثمانية حق في 60 وانا عندي هني ماي وهني بالنص قهوة وهني تطلع القهوة جاهزة للشرب. على الطرف قاعدة. يا سلام شدها شنو تتسكت حلوه الريحه هني قهوه وهني قهوه وهناك قهوه قاعد يسوي بعد الله سيامها هلا هلا الحبيب هلا 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 بالورده هلا حبيبي هلا بالامير انت الامير هلا بابو الامير لا هذا مزيون يبا ما يحتاج عدل لا هو من الله مزيون غترة أول ها؟ ما بيحكي يقول لك طلعت أنت اللمبة طلعت اللمبة أذان المغرب ما شاء الله تبارك الرحمن نشوف منظر الغروب سبحانك يا رب الله ما في الحد الجو عجيب الله وفقنا مو طبيعي الغروب قاعد صور فيديو لا شيء مو عادي لا إله إلا الله سبحان الله يا سلام شو الحركات شوف من بطاحة متعوب على القعدة كله بسبيل الصورة تطلع أي والله لا الغروب سبحان الله سبحانك يا رب شوف باش قاعد تبدأ إن شاء الله يا زوم يا سلام يا مصباح وهذا الغروب عرفت ليش قاعد كذي تعال شوف الصور تعال شوف الربعه تسوى صورنا ما شاء الله سلام رد في الصوره العجيبه هذه الله مو ساسي من الغروب كلش ها كلش ما شاء الله الحمد لله يا رب هذا اول يوم هني كذي استانسنا على الغروب هذا ها بعد الله يرزقنا بمطر باكر ولا عقبه عادي ودنا لازم عطش عادي الله يلقعده الله يلقعده يا سلام ترى دمرتنا داخل من الغبار يا اخي الليتات انا جازت لي والله طلع ما شاء الله طلع بسرعه حطينا الدواء داخل اي حطينا الدواء داخل طالع الدخان ضربت سرايه كنسلنا حطيناها برا بس شوف 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 يا اخي الادب والاخلاق شوف داود شنو اليوم المنيو شنو بتسوي لنا شنو بتسوي لنا اليوم
مرق هذا بعد التصويت ها؟ ما ظلبيه ما ظلبيه تصويت بالاجماع اي والله بالاجماع هو مجلس شورى مرق طاميه حامد قاعد يعاونها جزاه الله خير الله يعطيه العافيه هناك شوف وين وليدان قاعد يغسل العيش خلينا نشوفهم وليدان وينه؟ قاعد يغسل العيش استاذ سعود هني المحامي يغسل اللحم غسل اللحم شوف الحمى اللهم بارك شوف الهضره هذا الحمى الخروف اللي كان يبنبع امس هي مسكين اسمه ما شاء الله شوف شوف الحمى شوف ما شاء الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله كم درجه حراره كم 12.7 حاليا 59 امس 99 وصلت 99 خير اي مريخ بس العداد حد هذا اي العداد حد الظاهر يا حليله ولد حلال نشوف القعده الرومانسيه اللي هني بس هذه عجبتني القعده اللهم بارك الليتات صدق جايزت لي جواكم الله يا الربع الله يقويك مساكم الله بالخير العافيه العود الله يعطيك العافيه انت على هاللمبات هالصغيرونه هذه احمد هذا رايح البيت لا تكلمه لا ما يخاف جايب ليتات زينه هذا وليدان اللي غسل العيش هاي داود يا اخي والله مضبطينك انت اصدقائك وايد كنا احاكيك داود انت اصدقائك وايد هذاك اعداء وايد اللي قاعد هناك الريش رايح البيت لا تطنز على وانيت صديقي لو سمحت خلينا نشوف عادي ابطل بطل ما تزفني لا مرق عادي مرق عادي ليش لا اي صح بسم الله عمري شنو اللي طاف بطل طيب شوف الحمد قاعد تسوي هالشكل وين قاعد ادور فيه فلفل ايش صار ضباب ما اشوف كلش ما في فلفل ها فيك شبك هذا كاش مسكين صار ضباب لا مدة وليتات زيادة الربع يا عمي خلينا نعشي الضيوف بعدين جايينك ضيوف يا داود جايينك ضيوف اي ونعم ها حامش قاعد تسوي والله قاعد هيرس كفتة سوي حق الشباب كفتة طبق جانبي كفتة عمانية طبق جانبي هذا سايد دوش دش يعني سباحة دوش سباحة ودش شنو يعني قوم الناس جايين قاعد يسوي قهوة كايبنا نبي غاز الحين يبلي غاز حامد هاك يا عمي يقولون يا حي الله وسهلا ما في اقل وهذا عمان ولد حي الله الشباب من عمان يا حي الله شرفتونا ونورتونا الله يبارك فيكم تعرف عليكم ما عرفنا اساميكم ابراهيم بلوشي ونعم خالد بلوشي والله ونعم حسن المقبالي ونعم والله عندك علي المقبالي والله والنعم ونعم مليون نعم من وين من عمان شباب مصحار ما شاء الله تبارك الرحمن لا والله الساعة المباركة شاني باي؟ قوم اسحار عندهم اي منهم؟ اسحار منهم فانزاته؟ لا والله الساعة المباركة وحياكم الله شرفتونا ونورتونا عمك علي وحمد شلون؟ عمانيين احنا شنو مسيين انا وياهم مليون رحنا لهم بالبحرين كان عمرنا 16 سنة كانوا يشتغلون بالبحر ما شاء الله رحنا لهم انت صغار ها؟ صغار كان عمارنا سبع عم علي وعم حمد؟ اي ما شاء الله وين كانوا هما؟ كانوا بالبحرين يشتغلون بالبحر عم حمد كان يشتغل هني بالكويت هو يشتغل هني بالشرطة اشتغل اي بالشرطة صح عدل الجدر ها شنو حاط فلفل شوية؟ يلا يا رب شوية شنو هذا سويت؟ هذا شنو معكرونية؟ يا عمري معكرونة مشقشقة معكرونة هذا اللي تقول عنها معكرونة طيبين؟ سلام شوف شغل حامد يا سلام من يمسح حامد ولا انت؟ حامد جزاه الله خير كيف والله انا اشوف حواليد وحامد وانت والريش اللي قاعد يصفق بالعافيه لا بالعافيه الله 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 تعال بالك بس معكرونة يا سلام تسبيع ما عليك تسبيع ها؟ شنو يعني تسبيع؟ ما ادري تسبيع ما تعرف صح؟ تسبيع من تسبيع يعني غسل الجدر بس بماي سبع ليش يوم شافك تذكر الغسيل ما ادري والله هو الغلطان انا خلنا اشوف الجدر هني حار بطل لو سمحت خلنا نشوف وين وصلت رشود هذا قاعد يسبح مرق باميه اي والله يا حليله شوف اللوم حاطين ثوم ثوم حق عم فهد هذا لوم سحاري الله 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 شوي الله اكل والله شنو هذا حار اسكت
حار محار. إيه نعم نعم إيه إيه نعم. فلفل فلفل عشان عطني ماي لبن عشان ما حد سفر الله يقول عشان لا حد ياكل ليش الاكل شويه مسوي اكل ايش كثر انت انا شويه شيكين مسوي دقه بالزوار صادق بقول لهم لا تاكلوا مكرونه لا لا تخفوا اكله اكله عيش ومرق تكفوا احمد صوم ثروتك بس والله حار فلفل لا لا زين زين والله احمد زين وايد فلفل ماك شغل روب ايش حق يبي الروب ايش كثر اشوف ولك شيك انت ايش بيك الله يسامحك يا داود سمعت وليد قلت لك شويه قلت لي لا زيد يبا لا تحوشك قرحه انت لا تاكل لا تاكل لا يحوشك شيء مو زين والله وايد فلفل هذا السكر عنده راح يرتفع الزلنتيخ كم نوع فلفل حاط فلفل ما له شغل طالع اخذ كم نوع فلفل سبعه سبعه المهم عامل الله يسامحك سكروا غطا وين غطا هناك بيد وليد بيد وليد الغطا وبعدين وياهم هذيلا شلت الجدر عنهم ردوا وخذوا شنو؟ يبا بعلم وبمشي شلون تخليهم انت؟ برا برا حدودي هذا مو هذا فتنه 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 عصب وليد عصب ايون ياكلون من هالجدر الزين انا خشيت عنهم هني عشان لا ياكلون بطل حجك عربون والله لذيذ ما شاء الله عربون بس واحد حبك خلاص يا روح بس ما حد ياكل تكفى داود ايش رايك بالهذا المطبخ الشلاي تمام مو احسن والله يعني شوف كتل ما تعدد الثوم بس تخيل يصير مطر عليك وعفسه عادي عادي ها عادي ها ما ضر لو بر سوى له حمام ماي صح هذه سالفة والله يا جماعة صدق صدق وايد الجو وايد بارد فالنار مو قاعد تعطي الحرارة اللي احنا نعرفها او القوة اللي احنا نعرفها حطيت السلندر بماي ماي بارد ما فاد كان نقوم ونحط النار مالت الجولة الثانية تحت الجدر هذا اللي فيه ماي ونسخن السلندر هذا قامت تعطينا نار قوية ولو سمعت قلوه please don't try this at home ايه لا تسوون لا تفعلون هذه التجربة في البيت هذا الكلام لأنه وايد برد صج وايد برد حرارة كم؟ كم الحرارة وليد وراك؟ حرارة 9.9 10 لا توه دفع لا ماكو شيء يلا الشيخ يا هلا بالشيخ يا هلا يا هلا حياك الله حياك الله تفضل تفضل حياك على المطبخ المتواضع ما شاء الله الله يبارك فيك. الله يجزاك الله خير. هذا فانزاتك كاهو موجود. نحن فانزاته. الله يحفظك. شرف فيك. الله يجزاك الله خير. هي فانزات الصين تعجبون أول مرة تكامل. بسم الله. إيه بتوكل. أوبس. لا ما احترق. ها شلاعي. هذا المطبخ الشلاعي والله الرجال احترق اي شلاعي وين وين استاذ سعود ثبت عندي 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 الدليل ما عليك احترق 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 صب 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 عادي عادي عشان العيش اوكي اوكي اي الحين لا تزرع شحات يا عمي حات بالغلط عادي كثر ما يصير بالغلط احسن حطك فلفل كأنك ما تدري بس بس يا يبا خل هذا شنو الفرقاعه هاي مو فرقاعه هذا كركمه هذا تبي عاد والطرقاعه اي والله طح سوى بس بس لا لا انتوا تبوننا لا تبوننا هذا مو بالغلط لا لا هذا بالعفسه مفروضه مفروضه ملح ملح ترى ريال تعرف تطبخ انا ما اقدر اكلمك ملح كلام بعد التصوير شف شفتيد شفتيد ها تبي بالغلط بعد ملح ها لا 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 وصل 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 لا لا وايد وايد لا لا كنت تبي لا لا وليد وليد ما راح هذا حطه بالسلطة انت قاصد تخرب الطبخة ليش انت قاصد انا بعدين اقول لك ليش فهم شيء بالطبخ انت لا ما فهم شيء روح روح وين الكركم بعد في باقي باقي شيء من الكيس بس بس داود شلون مخلي كذي داود خله خله هذا انا اقول انت في شيء ببالك صارت فزع
زين هاك هذا انت مو الحين تالي كل شيء له وقت ها يعني قصر وروب وثوم ويقول يجيب لي لبن بعد وبعد شو اسمه ليمون ها ليمون وبصل بعد بصل فلفل علوب عبالي بصل بطلب فلفل علوب زيت زيتون بعد كأنك ما تدري زيت زيتون بعد ها لا طماطم ما يصير تفضل والله ما صح والله ويا ويا هذا بعد ويا اخي ما صارت الخلطه لا 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 هذا اي ايش بنت هذا معبوش ابي قفشه مسوي مسوي قبله مش صح سبحتك فسريع سريع بكل طبخه استخدمه هذا انت مسوي تشير ولا من صدقك عشان جديد والله ايش رايك توخر على الليت او تحط ليت احط لك ليت افعال عصره بقوط الروب هذا مهجن مهجن هذا ما يبون يتكاثر يابشت يلا بسم الله بسم الله القوة الله يقويك مستر سلطة سلطة اخ مستر سلطة اسمه هذا صح سلطة سلطة صح اللي بهذا بومب بومب بوب بوب انا اقول بومب ترى مزج حامل حامد ما يتكلم وايد خله دام مزج وخله لا لا اليوم اليوم صراحه والله يعجبني لا مو اليوم لا والله مو بس اليوم لا لا اليوم بالذات يعني انا اقول لك ماي بيست ايفر فريند عمري تقريبا 2 1 1 بسم الله 1 2 1 جزاك الله خير يلا يلا احمد ابو لا انت جرب بيدك 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 احترق جرب جرب زين ولا بعد؟ تعرف تطبخ انت؟ دير بالك هالسؤال هذا لا تسأله دير ورا التصوير اسأله يا والله دير بالك لا تغلط اي عطى اي اي لا تخليه لا تعطيه مجال كله اليوم مستهدف ادري والله حامد ترى قارون منك البيت هذا ما ادري قبل طالع طالع بسوي طالع والله انا ما توقعت انه راح يسوي شيء مفيد اصلا شنو طالع شوف احمد لا تخلينا حرق التصوير ترى دير بالك ايش في عليه هذا اخر شيء حق زعتر دير بالك دير بالك على العديد والله انك صعب يا حامد حاضرين شنو بتسوي بالطماطم؟ عادي بتسوي ورده؟ وقف شوف يوتيوب كيفيه عمل ورده حامد مو من صدقك والله والله شنو شنو يعني انت شنو قاعد تفكر وانت قاعد تسوي؟ احمد من فراغ والله انت مو قاعد تسمعنا اتوقع يقول بالفراغ شوف فراغ عاطفي عطنا اسم حق الكشته هذه والله لا شوف لك ياسر كشته الفنادق شوف دعات طبخيه شوف خيارك انا بالضبط شوف العيار يا بعد يا سلام ما شاء الله حتي هذا مطعم ما سوى كذي شوف 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 شال الحركات هذه لا المشكله الشكل جميل زين سموها لكن الطعم ثوم سموها كني ولا تسولف نبي اسم ولا تسولف كني ولا تسولف حط بابريكا عليها لو سمحت لا 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 ايش بقى بعد فيها البيت ترى ايش بقى فيها نص بصله ودا الخيم ايه نفس المعكروني ها طبق الشيف لا لا والله صعب والله ما شاء الله عليك الشكل كافي البراي والله عسى الله يوافقه عنده امتحانات ها يوافقه عسى الله يوافقه يا رب نثريا يا ابو سليمان لا الثانيه ما شاء الله تبارك الله يبط ذونك شوي خفيف خفيف يعني تشوف هذا الله 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 خفيف دهن اوف 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 مو تقولون برد؟ دفو ترى مو زعفران هذا مو زعفران لا مو زعفران هذا كركم الشيخ وليد هلا ابو شهاب شنو ما جبتك؟ هلا حبيبي ها شوف نثري اللهم بارك ايضا تتعب ابوي راح يدوخ اليوم لحم باميه طماطم باميه تمن وبيض النجان عش لو مرقت عدس وبهارات والمية وللمطعم بقى. ايه يطوفك يا ابو شهاب ما شاء الله عليك اليوم ذابحين باعية الصبح يلا جيبوا اغنات ثانية ذابحين باعية بس وليد انا وياك ناكل هني ايش رايك؟ صح السلطة لا توديها بس جيب كرسي هنا قاعد نودي هذيل هناك ونحط الثنتين انا حاطين وليد ترى احنا قاعد ننطرك دش انت اول واحد دش اوف عليك وليد شو بتطير مظلي؟ ايه تعال يا حط الجنطه وراك حياك ابراهيم يلا يلا حياك حياك يلا يا علي حسن حياكم حياكم يا شباب حياكم على العشاء حياك يا علي
يا علي يا ابو علي يا ابو حسن ويا ابو علي حياك حياك يا مرحبا من جيتم من عمان الى ايش اسم المكان هذا الى الكويت الى الكويت حيا الله ابو مسعد ابو مسعد ايش يقول ابو مسعد من يوم جيتم من الكويت ليه يا حليله نروح له باذن الله نروح له ان شاء الله هالسنه يلا 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 صلوح من لوح اللي بالبيت يروح اي نيش نقول ابو احمد ما شاء الله تبارك الرحمن يلا شباب سريحه وسريحه حياكم صعب مسلمان يلا تعال طل من الدريشه تعال كويس وصل وصل يلا تعال مسلسل كيف تأكلني يدي يلا تعال 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 وتسلم ايدك تعال محمد تسلم ايدك حاشيك هذا عشان البرين دهنيه نذريه في مرق هناك ما شاء الله الله مبارك حياك سياره واحده ما نبي كل واحد بسياره شايف بغمزه ما ادري ما شفت اي عشان يكون على مهل يعني خلاص نشيل الكراسي اللي ورا ونحط قاعدة أرضية ديوانية كراسي قدام مطبخ عشان فنزات يطبخ منها تمام أهم شيء فنزات اي راشد راح بعد الحين نبي رفيجه لا انا وصلت هناك عمان ما في ممنوع عندهم الطرفان فيوس على طول فيوس مندي بلد يا سلام يا سلام ما ادري ايش قاعد تسوي طيب ثاني بيشب بالجوله لا بيسوي بعد ما ادري ايش بيسوي ها؟ مشي شاي هذا يدخن حاضر يدخن يا مرحبا صباحكم الله بالخير تبارك الرحمن الجو سبحان الله الفرق بين المكان هذا والمكان اللي كنا فيه هني الشراحة زائد الهدوء التام تبارك الرحمن خليني اوريكم المنظر اللهم لك الحمد الله وفقنا صراحة بالجو هني كان ودنا يكون في غيم في مطر ويا رب لك الحمد أمس غيم واليوم غيم شوفوا الجو تبارك الرحمن اللهم بارك ما شاء الله لا إله إلا الله الله يرزقنا بمطر ما أدري في مطر ما في مطر ما أدري والله ندش على الشباب نسلم عليهم موضوع عجي صباح الخير يا شباب قواهم الله يلا يا شباب وليد صباح الخير يا ابو وليد الريش ابوي عسى الله يحفظكم صباح الخير يا اصدقاء بس هني حسيت انه شوي اجفى من مكاننا هذاك شوف الحين الساعه 6 7 ل 10 الحراره 6.9 والرطوبه مليون كم وصلت اكثر شيء وصلت 9 اقل شيء وصلت 6.7 يا مرحبا طلعت الشمس بعد صلاة الفجر والله حيل تعبان كان احط راسي وانام الحين الساعة 9:15 الحين قاعد حتى الشباب نايمين بس انا قاعدهم اتحرش فيهم ضبط الشاي قاعد ضبط حق اليوم وش الصباح يلا اخر بس والله الماكينة يا الردع مع انها 1450 واط وهذا المحول ما شاء الله شايلها شيل بس المشكلة بالبطاريات هذه البطارية موتور كرافت نهائيا ما تنفع حق استخدام غير دقة سلف ما انصح فيه غير شيء غير دقة السلف هني البطارية تبارك الرحمن اوبتيما ممتازة وقاعدة تشغله قاعد تشغل الماكينة ومرتاحة صدق انه شوي كل شوي يصفر الجهاز لان الماكينة طبعا بس هذه ما تشغلها كلش مو راضي تشغل ماكينة الماكينة مشكلتها انها تحرر وتضغط فهذا كله قاعد ياخذ جهد مع انها 1450 واط وهذا 3000 واط يعني هذا شايلها شيل مرتاح المهم عن القرقه الزايده احلى قهوه دبل اسبريسو ودبل اسبريسو يعني 16 اسبريسو عشان الواحد يصحصح ويستمتع بالاجواء الجميله بس قاعد تاكل انت احنا قلنا هذا حق الساعه 2 الظهر عندي دواء لازم اكله اي بعد الاكل لا سلامات ما تشوف شر حبيبي ما تشوف شر شوف هذا مال امس معكرونه
يا الله حالات الحين ريوق هذا. الدكتور قال لازم دايت بيبسي. الدكتور قال لك دايت بيبسي لازم؟ اي لا لازم لا دير بالك لا تنسى كلام الدكتور. زين شكل سكر ماكينة الديزل مالتك ماكينة الكهرباء. اي مخيم. قطعت الكويتيين صدق ما تخلص. صباحكم الله بالخير. اهلا صباحك الله. جود مورنينج ايفري بادي. يا مرحبا. اي والله جود مورنينج جود مورنينج حد الدعسه. ما شاء الله غيم شمس غيم. خلينا نشوف. ما شاء الله. مساكم الله بالخير. هاي صادوك صادوك. صباح الحين. اي مساء مساء. صباح ورود عبد الله. يا هلا. ريوق والله الساعه كم؟ ما ريقنا. هو قال 11 ريقنا. مو وقت قلت اخاف للحين ما صادق. ما يمكن بعد 3 ساعات ما ادري. اي اسمع. كاهو. داوود. لا شايف ايش اقول. يا مرحبا قوة حياك سفينة الصحراء ترى يا ربع فنزاتي الكلمة بداية كانت من أبوي دائما ينادي داود فنزاتي ما يقوله داود كله يقوله فنزاتي ومشيت على داود لليوم صار داود فنزاتي يعني مو فيست هذا يقول فيست هذا يمكن تبي قهوه سوي لها قهوه الريش شربها قهوه لا نشربها سوي خلينا نشرب مثل كمبل صيد عاد لا هذا التور مال لا مبطن من بفيد عبالي عشان ما حد يركبها جديده لا القرفات شو يسوي فيها الله مشكل عامل اي والله مبطن من تحت من فوق شبك ومن تحت خام عشان البرد يا مرحبا لهم حب سبحان الله لكن ما فكرت يوم من الايام اني اربي كلش خاصه الوضح اللون الابيض يسمونه الوضح الله مبارك هذا الريال تصبيره فوزي والله مسنعنا مع الشيخ يعني هاي تصبيره صح يمكن ها يمكن هذا قلب الحب يعني مع الشيخ عيش وملح يعني الشيخ ها اقول شغله انت سميت قبل تاكل ولا لا بسم الله والله اخي شوف ايش رايك بداود داود ورده والله بس هذه مو راس حامد حامد اللي مضبطه حامد امس ايش سوى الجميل هذا لا لحظه حامد شنو سوى امس حامد كفاية جاب الجدر كفاية هاي كفاية سوى لنا سلطة هذا خيار وروب وسوى حامد عقم اللحم المفروم حامد عقم اللحم المفروم صح اللحم المفروم أنا كان لا كنت تحطم على اللحم المفروم لا ولك لا ريحة هو أول واحد عاد لا هو أول شيء متعجب من ريحة تعال شنو كانت ريحته؟ طاف الليت وقلت زين الليت شغال بالعافية بالعافية أبو فوزي بالعافية أبو وليد ما يحتاج فلفل حقه تحطون فلفل بعد فلفل هو تارزة فلفل فلفل معكروني شوف اسمه والفلفل هلا حبيبي صمونه ليش صمون معكروني صمون معكروني هذا شلون كذي صمون معكروني لا يبا بالعافية لا ما ابي صمون معكروني هذا مطعم برقان هذا مطعم برقان ما شاء الله عليكم ما تحبوا الاكل كلش خلينا نجرب تعال بعين ها خنجرب بينك وبينه يلا هو اذا كلت اني انا ما اكل حق منو حق انا داود اي حاضر هذا عماني بعد هلا حبيبي وينها بعد حاطين الروب بعد لا شوف طب جا واحده شوف صمونه معكرونه الطولون ولا يا سلام الله بلال يطمع قرص بيض تدري يعني شنو ولا والله زبيديه مره ثانيه فوق الزبيديه زبيدي مقلي شاي زوم شوف الشاي قاعد لا هذا زعفران بس هو قال لي حط كثر ما تحب الله صدق من تحت ميصص من كثر الزعفران زعفران اي حطيت هالشكل لا تحطه الحين حسون يصير مرتر شنو هو الزعفران والله حطنا ما شنو قاعد يتدخل اخر شيء عشان لما تو قايل القصه
صمت ربعه هذه يطق ربعه يطق ربعه حالات مسجلها والله شوف ماي الزعفران ما شاء الله ما شاء الله عليك سيد زعفران وين البيض خلينا نشوف البيض البيض حالاته هيل فوق ايه كاهو هيل ايه بيض مهيل لا بيض مهيل يا سلام انت شو سويت انت بروتين شنو نقاق انت لا بروتين نقاق شنو العب قوه ما ادري خل ريحه رمضان والله الله طقوني انا ولا وين حي على الصلاه حي على الصلاه نبي مالك لان البلالين هذا الحين هذا مخبوط هذا مو بس لان المهبوشه هي اصلا مهبوشه حاليه ها صديقي طاش صار هني صار البيض تحت والبلاليط فوق قاعد ابوك قاعد ابوك يلا يلا ان شاء الله ان شاء الله حاضر حاضر في خطه في خطه ها نص الشغله لا صعب 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 عفس الدنيا نبي شو اسمه اثاريك تعرف تطبخ ما شاء الله عليك شوف شوف تلصق الجدر يعني تقلب شيء يبا حط الجدر بالارض شيك تقلبون الدنيا والله هذه هذه هندسه هندسه هذه الله عليك الله انتم تبشى لان من هنا وانا قاعد وريلي من كثر ما انا قاعد ريلي قامت تعورني مفاصل ريلي ركبي من ورا ركبي كذي قامت تعورني والله الاربعاء والخميس وامس الجمعة واليوم السبت كله ما في حركه سبحان الله الجسم يبي حركه يبيك تتحرك سواء تاكل سواء ما تاكل يبي تتحرك تقعد رباده اخذ امراض اخذ الله يكون بعونك لازم تتحركون يا ربع والله كثر ما تقول لو ان شاء الله لو نص ساعه اليوم اما قاعده كذي قاعده واكل قاعدين بس قاعدين وناكل ناكل ونقعد نقعد وناكل واذا صار بالليل نلبس هدوم نستبر نلبس هدوم اما ماشي لا والله مو قاعد امشي الشباب قاعد يمشون بس انا لا ربادي صاير لكن بمشي اليوم امشي ان شاء الله بعد باكر امشي باكر راح تكون مشيتنا من هنا اصلا راح يكون باكر اخر يوم ان شاء الله يعني الصبح يمكن كذي او الظهر نتوكل على الله خلاص صار لنا اربعة ايام ما ادري خمسة ايام بالبر اللهم لك الحمد استمتعنا بهالكيفتي اللهم لك الحمد شو يقول لك شو يقول لك ولدك شو يقول لك ولدك شو تقول احمد ايش تقول قول قول شنو عمي بالمدرسه يقولون لي ان ابوك يغسل مواعين لا قول لهم ابوي مدير كبير داخل قول له وانا دام صراحه كلمات ماني محضر لها لكن ودنا ان نخرج من هذا المجلس في حفظ حديث وهو اصل دعاء الله جل وعلا لما اراد ان يخلق الانسان كان بينه وبين الملائكه مثل كلام قال اني جاعل في الارض خليفه فالملائكه هني استنكروا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فقال الله جل وعلا قال إني أعلم ما لا تعلم طبعا الملائكة شلون دروا الحين الله أعلم هل كان يعني الإنس كانوا قبل عندهم هذا الطبع هل الله جل وعلا أخبرهم وصار هذا الطبع الله أعلم شنو ولكن هذا اللي صار فالله جل وعلا من حكمته أنه يعلم ما هو الإنسان أو ما خلق الإنسان أو ما طبع الإنسان والإنسان يعني من طبيعته اللي بنقوله إن شاء الله في هذا المكان من طبيعته أن يخطئ ويذنب ويستغفر ويرجع مرة ثانية من 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 أخطأ والدليل على ذلك الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إن الله جل وعلا يقول يا ابن آدم إنكم تخطئون في الليل والنهار فالخطأ لابن آدم يكون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لك الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم شنو خطاء ما قال يخطئ قال شنو خطاء ويصيغة مبالغة أي كثير الخطأ لكن خير الخطائين شنو توبة. توبة.
فأصبح أنك أنت هذا ما هو مبرر أنك تخطئ. يعني يا ابن آدم إنكم تخطئون في الليل والنهار وأن كل ابن آدم خطاء، هذا مو دليل على أنك أنت روح أخطئ، لا. لكن الخطأ يقع فيك لا محالة، لكن لابد عليك من التوبة من هذا الخطأ. الله جل وعلا ادخر رحمات عظيمة ليوم الحساب يوم القيامة، وأنزل رحمة بين الخلائق. الله جل وعلا خلق 100 رحمة أو جعل 100 رحمة، 99 ادخرها عنده يوم القيامة، ورحمة واحدة اللي جعلها بين المخلوقات مو بين الناس. انزين، شلون احنا يعني نتخلص من هذه الأخطاء والزلات؟ نشير إلى حديث أخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصراحة هو شاهد اليوم. هذا هو، لو تطلع من هذا المخيم حافظ الحديث وتقوله فأنت شنو يعني إن شاء الله كسبت خير عظيم. وهذه الكلمة أصلاً عشان هالحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده، وكذلك يعني أنت تقولها حتى مو في السجود، تقولها في أي مكان، كان يقول: اللهم اغفر ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. هذه ذنوبك كلها، بما أنك أنت تخطئ في الليل والنهار، بما أنك أنت كثير الخطأ، بما أن الخطأ أنت تجاهد نفسك فيه وتقع وترد مرة ثانية، لما تقول هذه الكلمات يعني تشعر بأنك فعلا يعني شلت من هذه الذنوب ورديت مرة ثانية في حال نشاطك وعبادتك وحال شنو يعني عبادتك مع الله جل وعلا، فترد تكرر هذا الدعاء وترد مرة ثانية وترد كذا. فحفظ هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا في سجوده، أنت تقوله في سجودك في خارج سجودك. وهذا يعني الصراحة كلمات قليلة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شملت الخير كله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. صلى الله عليه وسلم. كل شيء تشوفه قدامك قصة. على طول. عطوا كرسي. عطوا قصاصة. وصل 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 ملك السلطات وصل. حامد ترى في روب. سعد داود. هلا حياتي. شنو المنيو اليوم؟ اليوم المنيو فاخر، من الاخر انا وعدي للروح. اي هذا ترى ختامها مسك، ها؟ نبي ختامها مسك. لا لا ما شنو ختامها مسك؟ ليش شو؟ اليوم اخر طبخه صجيه اليوم. اخر عشاء. فنجاتي. اي عطي. فنجاتي. نعم حياتي. سمعت ايش قال الامير؟ قال اليوم اخر طبخه. انا ما ارد على الامير، انا خليك بس اخر المفيد بس ونقط الباقي. يلا. قال اليوم اخر طبخه. لا مو كذا. فنبيك تضبطها 100%. نعم. اخر مين كور؟ ما يحتاج. شنو هذا؟ شريك. راشد. يا ابوي سمى الخروف راشد، وهذا راشد كاهب الجدر، هذا نهاية راشد. الهدوء الهدوء يا جماعة بهالمكان خيالي خيالي تبارك الرحمن. طبعا نفس الكلام، لا حد يتعب نفسه ويقول لي وين، عافية بالكويت احنا، بس لا حد يتعب نفسه ويقول لي وين. طبعا ليش اقول هالكلام، لا حد يتعب نفسه ويقول لي وين، وما قمت اعلم الاماكن اللي نروح لها، لأن صارت مواقف وايد يا جماعة. قبل والله كنت أحط الأحداثية لما نروح، ودي الناس تستمتع ودي الناس تستانس، لكن من قمت أشوف الوسخ عزكم الله بالأماكن اللي نروح لها نفسها، قلت بس خلونا احنا نستانس ونتعب على الأماكن ونستمتع فيها ونروح لها مرة مرتين وثلاث وهي نظيفة. لكن من تعلم الناس سبحان الله، إذا أنت نظيف في غيرك يجي ووسخ ثاني. من قمت أشوف كذي الموضوع، والله ما قلت لو اكشت ورا الشارع ما اعلم وين كاشت، وفعلا في كشتات عندي والله بينها وبين الشارع مشي، وناس وايد قاعد يقولوا لي وين هالمكان وين هالمكان، وما قمت اعلم ولا قمت اتكلم. فسامحوني اذا قمت اسوي هالكلام، مو انانيه والله يا جماعه، مو ما هي انانيه، والبر مو لي، لكن احنا لما نطلع البر ونكشت ونستانس
نبي نروح اماكن نظيفه، ما نبي نشوف مكان عزكم الله وصاخه. شفتوا مكاننا اللي ذاك اليوم شلون قبل لا نقعد يجمعنا ثلاثة اكياس زباله عزكم الله علشان نقعد ونشوف المكان وهو نظيف. ونصيحه، ترى الاماكن هذه اللي 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 قاعد نكشت فيها ونقعد فيها ترى ما جات بيوم وليله، يعني احنا نفتر بالبر ونتمشى ونعس ونكسر بهالسيارات علشان نلقى اماكن مثل هذه حلوه وشرحه ونقدر نقعد فيها. يا اخي لا تسال الناس، لا انا ولا غيري. انت فعلا راعي بر ونظيف وتحب النظافه وتحب المكان الهادي، دك سيارتك سلف الله لا يهينك، روح تمشي بالبر، افتر دور لك مكان. ترى الكويت عرض بطول ما هي كبيره، روح افتر ودور لك مكان، لا تقعد تسال الناس وتروح ويمكن انت واحد من الناس اللي وسخون ويتحسف هذا باكر اللي اعطاك المكان واللي علمك. انا طبعا لا تسالوني، انسى انسى، سكر الموضوع وياي. عسى الله يحفظكم يا رب. اما الليتات هذه لا صدق يا زتلي بعتمدها بالكشتات، ياخذ تقريبا 6 واط الخط هذا كامل، وانارته حلوه خفيفه على العين وايد حلوه. الرب قاعد يلعبون كوت، مشكله والله. حسون فوز يا رب، حسون عجيب عجيب، عسى الله يحفظهم يا رب. يعطيك العافية مولا داود. على حياتي. هلا والله، قواك الله. تكفى نبي حل الحق هذه شوي. شنو هي؟ اعطهم معلومة بالبرد. اي امس قلت ها الغاز خفيف الحين. اي والله. لا زين، في ماي حار. اوه هذا حده؟ حده. لا اخوي لا، لازم نسخن الماي اللي هناك. الحين اضبطك، الحين اضبطك. شولة تحت بس. اي نحط شولة تحت هذا وخلاص. نحط شولة تحت الجدر، احنا حاطين ماي داخل الطنجرة. اسم هذا جدر، وحاطين الغاز داخل على بنا لا يثلج، بس الماي صار بارد وايد. والله صار بارد وايد. الحين احط شوله تحته طال عمرك وخليه يكتب كذي. على والدي خلفه والدي والديك يا رب للجنه. يا رب ملك السلطه. ملك السلطه والله. ملك التقصص والحركات. يمزج. الله يحفظه. امين امين امين. ايه بعد كوده. وانت شلونك؟ ملك الدقوس انا. ملك كل شيء انت. صارت الشولة أحسن؟ تمام. إيه أحسن شوي. بعد فيها أقوى من كذي. هي. حطينا الماي والغاز تحت اللي شو اسمه فوق هذا غاز الشولة شبينا عليه عشان يسخن الماي اللي دار مدار السلندر. ترى السلندر كلش على نهايته ها؟ هم بيخلص بعد. في راشد. هذا راشد. سلم عليكم راشد. قول يا دوخنا. الله يعطيك العافيه، قواك الله. اي والله انا نمت وقعدت ونمت وقعدت. بس شنو؟ شوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. راشد سلم عليكم ويقول لكم شلونكم؟ استغفر الله. تلقى يبغى يعرف يطبخ داود؟ يطبخ؟ ها؟ فنان والله. كان يطبخ لكم بالحج صح؟ يطبخ لنا، عندنا وزير ماليه مرهن نوط عليه يروح يشتري سمك ولحم. يا سلام يا سلام يا سلام. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا داود. تسلم ايدك يا داود حبيبي. بالعافيه. الله يعطيك العافيه. عنده عسى الله يوفقك ويحفظك ويسعدك. قول امين. أقول أجمعين أمي أجمعين. الحين نوم. الحين الساعة 11، أنا طافي من زمان تعبان حدي تعبان. الله المستعان. حط راسك ونام مباشر، قوم الصبح مصير خير. صباحكم الله بالخير. صباح الأجواء العجيبة اليوم، اليوم مريخ علينا اللي هو الظلام تبارك الرحمن. خلا أقلب الكاميرا وأوريك قعدتنا اللي صار حول اليوم. ضباب مريخ، مو ضباب، احنا نسميه مريخ. الحرارة 8. شنو هذا الحين الجو هذا؟ مريخ يسمونه ولا ضباب؟ مريخ يبا؟ ضباب عفوا. ضباب ولا مريخ؟ لا المريخ يصير هذا. وانت ايش تقول؟ والله مع الوالد. انا كنت قايل كلام ثاني، بس الحين مع الوالد. انا طبعا اكيد مع الوالد. أنا قلت مريخ هذا. مريخ اللي يصير ندى على السيارة، هذا الضباب اللي ما تشوف. إي صح، المرة ما في ندى على السيارة. ما
راشد. اي فيضة راشد صح، كان ندى هناك. صح. يقولون فيضة راشد. فيضة راشد. اسم ابو لي. ايوه راشد الله يرحمه. كلنا راشد. اثرتنا معنا. صباحك الله بالخير العود. يعطيك العافية. قلنا حق داود يسوي لنا ريوق صح؟ شنو سوى؟ راح كبر المخدة، راح نام. ماشي يا داود. اي والله شبيل الريوق، عبالك لا يكون واقف عليك، عبالك يا استاذ داود. انا اقول ما قصر. ما قصر، خليه ربع تعاونهم باذن الله. يعني نعذره يبا؟ لا بس اذا عمل احدكم عملا فليتقنه. فليتقنه. وين هو ما اتقنه؟ اخر شيء كبر المخدة. موجود الحين. الله يعطيك العافية. شنو بتسوي لنا العود؟ بيض فول. يا سلام عليكم. يا سلام. بعد شيء بعد. اي والله. نبي فول عليه الكلام ها؟ نبي الفول هذا. تذكر يوم يسوي الريش، مو الريش اسمه الجبري، فيضة أم الذيابة سوى فول وهو ما يعرف يسوي الحين مره ثانيه. ايه ما يتكرر. نبي كذي. دام كذي حطه كله. اي عطى ثوم عيل. يلا يلا فول. لا نبي شيء تعرف تعيده. بص اثنين. احلى جو. تبارك الرحمن. جميل. والاجمل لما والدان يطبخ. يلا لك اجر. لك اجر لك اجر. يا سلام. خلاص الحين الآونة الأخيرة ضبط أغراضنا وسكر. ها هذا فراشي قاعد أفشه أسحب الهواء اللي فيه. أغراضي سكرتها. سليب باي سلطته. جنطتي بسكرها وبإذن الله نخلص كشتتنا. الحين بس نتريق إن شاء الله، نقعد شوية نرتاح نشرب شاي نسولف. هذه الخيمة الكبيرة آخر شيء خليها دائما أفشها آخر شيء ونركبها بالسيارة بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله نتوكل على الله. هذا الفراش بالنهاية يتصفط وهذه ماكينته تنحط مكانها داخل هني يتسكر، وهذه الوصلات علشان فشة الهواء. انتهى الموضوع. نحط الحين بكيس وانتهى. طالع كم شبر؟ شبرين. وهو ما شاء الله تبارك الرحمن حجمه 1.95 يعني مترين ب 150، العرض 150 بمترين، والارتفاع تبارك الرحمن 35 سنتي. ممتاز صراحة، وايد ممتاز. خلينا نشوف الشباب وين وصلوا بالريوق. المله شغال، المله قاعد يبدع كنا. صباح الخير ابو فوزي. صباح النور الحبيب. جود مورنينج. شفت ربعك؟ عشان تسمم ميتين كذا، واحد شفته ميت اطق ما يتحرك. الله العالم ميت. عندنا هني بعد شو اسمه؟ هذه قسونه وهذا قصب ماي. شفته؟ نحاش من الريوق؟ ليش نحاش من الريوق؟ مو قلت لنا الساعه 8 ينزل الريوق؟ لا هو قال بنريح بين شو اسمه؟ لا إيه. بنريح ها؟ قطه خامس. ايه قطه خامس. الحين 8 ونص. هلا يبا. هلا هلا. منو يناديني؟ هذا منو؟ انا. هلا ابو يوسف. الخبز. خبز سخنته؟ يوسف. في كيسين ترى. لا ناكل باجي بقفشه. في خبز ولا ما في؟ فلفل اسود. اي عنده سعود. قنص لازم عنده فلفل اسود. لا لا سعود عنده. ها ايش قاعد تسوي؟ همبرجر بالبيض. انت قلت لي شيء تبي تسوي شيء فاخر كنا. والله لا تنسى الكلمه اللي قلتها. ها بلش بلش. عادي اول مره يا جماعه، اول مره اسوي يعني. اول مره خلوني ايش اسمه. انا ما اكل. شجعوني انت. انا ما اكل من ايدك قبل. شلون اول مره يعني؟ بالبر اول مره يعني. ايه انصح. تقبيره هاي تقبيره. طيله صبيه هاي العود. وين وصلت؟ خلينا نشوف. يا هذا الفول تعرف تسوي مره ثانيه؟ مره اكيد اكيد. ولا نفس الجبري؟ يقول طف الكاميرا اقول لك. يا سلام يا عمري. هذه عدة اسعافات أولية يا الربع، ضروري الكل يكون عنده بالسيارة. والله نصيحة أخو، ترى أسعارهم والله ما يعني ما تسوى عزتهم. يمكن بخمس دنانير تحصلها
عاد انت مدت ايدك في بخمسانين في بسبعة في بعشرة في بمليون كيفك. شلون يستوي بروحه يعني؟ شلون يعني يستوي بروحه؟ مون على البيض؟ كفو ملك. وين رحتوا نمتوا؟ نسوي ريوق احنا. اي ريوق؟ بالفراش؟ بالحلم. اي. يلا ما يخالف انتم ما قصرتوا جزاكم الله خير، فالربع سوى لكم ريوق. جزاهم الله خير الربع. شو مسوي؟ بيض وكوز. منكر حسنه والله. شو مسوي؟ الله يعطيهم العافيه، سوى لكم بيض وفول. خبزه ابو حمود؟ وليدان قطف العسل. خبزه؟ شو تقصد؟ ها زين احترقت تفضل. لا يقول مسوينا اليوم كل احد. شنو هالبيض؟ قوي البيض ها؟ منو مسوي البيض؟ انا اقول بيض قوي. تسلم ايده البيض. يلا حياك داود. ضعفان داود. نضبط لك الكاميرا عشان تضعف. زين اسمع وين اللي بيسوي الريوق الساعه 8؟ عقب ما عرمت تقول وين اسوي الريوق؟ الحين انت مو قلت ايش اللي صار فيها؟ بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله. تعبان ها؟ ليش خليتنا ونمت؟ كنا نبيك ترى يقول يانا الشيخ كل كلامك سمعناه هني. أيوة وش رايك النامي؟ يلا اقعد 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 اقعد. قال ايش رايك النامي وسووها؟ قاعدين نسمع داير؟ اي داير. اللي رايح البيت لا يتكلم صحيح؟ راح ينام وما سوى الريوق لا يتكلم. اوكي اوكي. انزين انزين انت 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 مالتك اقوى من مالته صراحه. هو راح البيت ورد انت انت شفت على الريوق ما سويت لنا. سوي شاي وسوي قهوه. وبعدين في هذه الشافه لو سمحت. لا لا الشيخ ولي كان برا عندي بال وين مشت؟ شنو هي؟ طيبه بزباله شافه بالخيمه عندي ما تعمر ولدك. اي شفت شلت خيمتي والاغراض كلها اللي بالخيمه كانت كلها برا الحين الربع شنو خيامهم وهناك شلنا القش شلنا الدراعي شلنا رتبنا اول شغلات حطيناها بالونيت ونيت الوالد الحين نقعد شوي نرتاح بعدين ان شاء الله نقعد شوي بالخيمه الروضه بعدين ان شاء الله نمشي. بس لاحظوا المكان يا جماعه وين الزباله؟ عندكم الله تشوفون الزباله؟ ما في زباله. مكاننا نظيف مثل ما يناله نظيف نخليه باذن الله عز وجل نظيف. ما هي مثاليه لكن هذا الادب. لما تكون انت جاي مكان نظيف تهده مثل ما كان. شيل عزك الله وصحتك كلها وتتوكل على الله. هذه زبالاتنا شوفوا حق هالثلاث ايام شوفوا كم كيس زباله عزكم الله. تخيل ان هذا كله محذوف بالبر حذف. ايش راح يصير بالبر؟ انت تكشت تقط مصاخه واللي وراك نفس الكلام واللي وراك نفس الكلام صدقني تقعد ببيتك ما تسوي. ايش تقول؟ ايش رايك بالسحبه؟ لا اسرع اسرع عشان سيارتك. اي طبعا والله توها طاحت زي ما احترقت طاحت على الدوا الحمد لله ما احترقت لحقنا عليها شوي احترقت بس زي ما انقضت يا معود هني احترقت يعني شيء ما ينذكر الحمد لله بس اشوى ما وصل شو اسمه هذا اللي احترق بس اشوى ما وصل هني طال الفحم اثر الفحم اشوى ما احترقت راحت الخيمه هذا مكاننا هني كانت خيمتنا الكبيره شلناها هني كانت الذره وقعدتنا هناك كانت خيام النوم شوفوا المكان مثل ما ينال نظيف قواك الله العود الله يعطيك العافيه ما قصرت حبيبي هذا مكاننا مكان المطبخ هني شوفوا يا جماعه ما في شيء ما في شيء يبين ان في ناس كانوا قاعدين اصلا خلص توكل على الله اما تقعد بالبر وتوسخ كل شيء وتمشي غلط الله يصلح الحال قواك الله يا مولا داوود الله يعطيك العافيه ابو جلال ابو احمد الله يعطيك العافيه ابو فوزي قواك الله انت اقوى واحد الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. شلون قاعد يصب بنزين؟ صج عاد؟ روح روح روح. ها؟ لحظة خلينا نشوف. لا تشوف. خلص بنزين وانيتك؟ شوف هذه ميزة بالسفاري انه يقدر يعبي حق سيارة ثانية. بشرط انه يكون عندك الهوز وتفصل هذه الحركة النحاسة وتحطها بمكان تركبها شوف بالنهاية هذه والله فايدة يا ربع حق الكل. النهاية يكون هذا النحاس معكوف شوية وتشغل شو اسمه؟ السب السب اللي هو خزان اضافي تهريب شوي بس يعني المهم قاعد يستفيد الله يعطيك العافية ابو ناصر قواك الله يعطيك الصحة والعافية كلك زين الله يرحم والديك والديك الجنة يا رب الله يطول عمرك داوود احس قاعد يسوي شيء شوف لازم سياسة زبالتنا عسكم الله كلها تنقط بالحاوية ما ينقط شيء بالبر
بس يبا خلص خلص. كم الحساب؟ تبي خصوصي ولا عادي؟ انا جاي لان ادري في محطه في البر. اي ممتاز حاضرين.